بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ويوم جديد وليله جديده من ليالي رمضان وليله خميس، ليله بتكون خاصه جدا مع الاهلي في رمضان. وطبعا كابتني ورفيق رمضان كابتن هيثم، كل سنه وحضرتك طيب. الايام بتجري بسرعه في شهر رمضان، ولكن ان شاء الله نقدم ليله النهارده مختلفه كعهدنا مع جماهير الاهلي في رمضان. اسامه كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين اعزائي المشاهدين. النهارده بيجدد اللقاء مع حضراتكم وحلقه جديده من الاهلي في رمضان. ان شاء الله الحلقه مليانه اخبار وضيوف، يعني ان شاء الله تستمتعوا بيهم. يمكن نبتدي ان شاء الله بالفقره الاولى اللي هو الانترو. ان شاء الله معانا اخبار مهمه وتحليل امور كثيره حصلت على الساحه خلال اليومين اللي فاتوا، وان شاء الله يكون معانا فقرتين حواريتين النهارده. ان شاء الله يكون معانا محللين الاداء الاستاذ طبعا او الكابتن شريف سالم وايمن محمد، هيكونوا معانا النهارده عشان نحلل الاداء ونشوف الاستعدادات للمباراه القادمه والتشكيل وكل ما يخص مباراه يوم السبت باذن الله. الفقره الثانيه هتكون لها علاقه بكره الطائره سيدات اللي حصلنا على اللقب الدوري والكاس منذ ايام. هيكون معانا كابتن حمدي الصافي النجم الاسطوري كلاعب ومدير فني، وهيكون معانا احد افضل اللاعبين آية الشامي، وهي أحسن ضارب في أفريقيا. النهاردة يوم كبير، يوم مليء بالأحداث. دايما معودين الناس واسأل من رمضان اللي فات، اسأل مجرب من رمضان اللي فات. طبعا إن شاء الله تكون حلقة موفقة، ولا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والرجاء. عندنا موضوعات بالتأكيد مهمة، ولكن خلاص فريق الرجاء أعلن القائمة. فريق الرجاء وصل من يوم الثلاثاء، استعداد قوي جدا، مباراة قوية جدا. النادي الأهلي على نفس على قدم وساق، استعداد لمباراة مهمة. وبإذن الله بإذن الله النادي الأهلي يكون قادر على تحقيق الفوز. ولكن قبل ما نروح لأحداث اللقاء، يعني النادي الأهلي بالأمس أصدر بيان مهم جدا، بيان بخصوص لجنة التحكيم، ربما يكون البيان الخامس أو السادس في محاولة لإصلاح منظومة التحكيم المصري. النادي الأهلي هدفه الأول والأساسي هو العدالة، زي أي نادي محتاج ينافس منافسة شريفة هو دائما وأبدا يبحث عن العدالة. احنا مش عايزين أكتر من حقنا، احنا عايزين فقط لغير حقنا. حتى اننا بنطالب ان برغم ان ده ما فيهوش تكافؤ فرص، لو احنا طالبنا بتحكيم اجنبي وباقي الفرق تعاملت مع تحكيم اخر، ممكن يحصل بعض الاخطاء التحكيميه تساهم في زياده رصيدهم من عدد النقاط. ولكن النادي الاهلي مكتفي بفكره ان هو ياخد حقه، وان شاء الله في حاله النادي الاهلي ياخد حقه مفيش اي منافس قادر ان هو ياخذ بطوله الدوري من النادي الاهلي. كان بيان مهم يا كابتن هيثم. صحيح، وبيان واضح، وده مش البيان الاول، واتمنى يكون في استجابه، واتمنى يكون في وعي. صحيح، لدور كل مسؤول. خلينا نوضح كمان يا اسامه انه ده يعني يمكن الخطاب او البيان يعني صدر قبل منه سبع بيانات، وهنجيب لحضراتكم تواريخها. ولكن طبعا الجديد في البيان اللي طبعا قريناه وشفناه على كل وسائل الاعلام، انه النادي الاهلي بيحط خريطه طريق للجنه الحكام، لانه مرارا وتكرارا النادي الاهلي طالب باصلاح المنظومه ككل، ولكن لا جديد. ولكن هنا النادي الاهلي الجديد في هذا البيان انه حط خريطه طريق. الحقيقه ازاي تقدر بحكم يعني خبره النادي الاهلي الاداريه الكبيره، ازاي يتم اصلاح هذه المنظومه بالكامل؟ في الاخر هيكون فيها نفع لكل الفرق مش بس للنادي الاهلي. يمكن اسامه تطوير المنظومه يمكن كان احد اهم نقاط البيان. يعني لو استعرضناها نقطه نقطه هتلاقي في بعض النقاط، يمكن اولهم اقتراحات بيقدمها النادي الاهلي عشان يستطيع او تستطيع لجنه الحكام انها ترقى بمستوى الحكام. استاذنك اسامه نستعرض مع بعض البيان ونستعرض مع بعض اهم النقاط. اتفضل اسامه. طبعا كانت ده زي ما حضراتكم شايفين البيان على الشاشه، كان اهم خطوه طبعا هي اقتراح تطوير منظومه التحكيم على اسس احترافيه متكامله، واقتراح استخدام خبراء تحكيم بالاتحاد الدولي لكره القدم من اصحاب التاريخ الكبير، عشان يكون في القاء محاضرات ومعايشه لفترات طويله مع التحكيم المصري للارتقاء بهم. ده كابتن هيثم، وكان النادي الاهلي وهو بيصدر البيان كان على الجانب الاخر لجنه التحكيم مقتنعه بده تماما، وبتتكلم عن فكره ان في خطه لتطوير اداء التحكيم المصري. اذا الحاله واضحه للجميع حتى للجنه التحكيم. لكن عندنا نقاط اخرى يعني النقطه دي، خلينا نقطه اسامه يعني نمسكها. يمكن تهيألي النقطه دي استفاد الكل، يعني لما ارتقى بمستوى التحكيم ارتقى كل واحد ياخد حقه. ولما بنجيب مديرين فنيين اجانب للمنتخب، وبنجيب مديرين اجانب في المجالات المختلفه او حتى الرياضات الاخرى المختلفه، بنستعين بهم عشان خبراتهم. مش عيب ان انا استعين بخبرات مدربين كبار او حكام كبار ليهم اساميهم على مستوى العالم، ينقلوا خبراتهم للحكام المصريين. هنا النادي الاهلي بيحط احد نقاط المهمه ازاي يطور هذه المنظومه. بالتأكيد. وده كانت اول نقطه يمكن اشار اليها البيان، وهنشوف تباعا
مع بعض واحنا بنستعرض مع الساده المشاهدين بقيه البيان. اتفضل. انا عايز اقول لك ان النقطه الثالثه وتحديدا الاول ثلاث نقاط بيتكلموا في نقطه مهمه جدا، الا وهي الحكم المصري. النادي الاهلي عينه على تطوير الحكم المصري، لدرجه النادي الاهلي بيطالب في بيانه بانك تمنح التحكيم المصري رواتب مجزيه بحيث ان الحكم يركز في شغله، شغله اللي هو ايه؟ شغله اللي هو التحكيم، ما يبقاش مشتت، ما يبقاش عنده صعوبات في التعامل مع المباريات، ما يبقاش التحكيم المصري بالنسبه له جنب شغله الاساسي، هو يتفرغ للتحكيم، يبقى محترف. فبالتالي انت محتاج تمنح رواتب اضافيه للتحكيم المصري. لكن في نقطه كابتن هيثم اللي النادي الاهلي اشار اليها، ومن وجهه نظري هو بيضيء ضوء احمر لبعض الحكام. حضراتكم تابعتم اخطاء تحكيميه فادحه في وجود تقنيه الفيديو، عدم تدخل من حكم الفيديو. كل خبراء التحكيم اتكلموا بشكل او باخر على مدار السنتين ونصف الماضيتين على فكره الاخطاء التحكيميه الفادحه في وجود تقنيه الفيديو. فبالتالي النادي الاهلي بيطالب، بما ان مفيش في بروتوكول الفار ما يمنع او ما يؤكد فكره الاطلاع على التسجيلات وقت الحالات التحكيميه الحرجه، فالنادي الاهلي بيقول ليه لا الانديه ما تسمعش ما يدور داخل غرفه تقنيه الفيديو اثناء الحالات التحكيميه الحرجه. البعض هنا هيقول خاصة إن مفيش بند يمنع. بالظبط. يعني مفيش بند اتقال في بروتوكول الفار انه يا جماعه لا ما ينفعش نسمع المداولات اللي بتحصل في الفار، فمن منطلق الشفافيه النادي الاهلي بيطالب بده. لو في نص يعني صريح في الـ في الـ في البروتوكول بتاع الفار اكيد النادي الاهلي ما كانش طلب بيه، ولكن ده جه امتى يا احمد؟ جه لما النادي الاهلي يعني زي ما بيقولوا فاض بالكيل، لما لقى حالات واضحه مش محتاجه احنا كمشاهد انت شايف وقادر تحدد الفرق، ما بالك الفار بكاميراته اللي هي اكتر تخصص واكتر احترافيه، ازاي ما شافش ده او ازاي؟ فمن حق النادي الاهلي يطالب انه يسمع اللي بيدور. البعض هيطلع يقول يعني ده انت كده بتشكك في اداء التحكيم المصري. لا، انا لما اكون الماده الاولى والماده الثانيه والماده الثالثه بطالب بتطوير التحكيم المصري، ليه ما بتاخدش الماده دي كنوع من انواع التطوير للتحكيم المصري؟ فكره التعامل ما بين تقنيه الفيديو غرفه الحكم الفار وحكم الساحه لما تكون في اخطاء واضحه بالشكل ده، ايه اللي بيتم بينهم؟ ايه الحديث اللي ممكن يتم بينهم؟ مين المراقب على حكم تقنيه الفيديو؟ هل في مشكله زي ما بعض الحكام في بعض الاوقات وفي اللقاءات الجانبيه بيقول اصل احنا ما عندناش بعض الكاميرات اللي بتعرض على الشاشه؟ كلام مش حقيقي، في مشكله وفي ازمه حقيقيه في تطبيق بروتوكول الفار. لا ده هنا المشكله، لما يتقال ان الفار ما عندوش كاميرات بتجيب اللي بيجيبها المشاهد، هنا المشكله. ده كلام مش حقيقي بالظبط، لانه الفار ده بروتوكول وده سيستم وده توزيع كاميرات بشكل معين بريزوليوشن معين، لو انت مش ابلاي هذا السيستم مش هيبقى عندك او مش هيطبق الفار في ماتشاتك. فاذا ستاندرد معين احنا ماشيين بيه، فاكيد الكاميرات بتاعت الفار بتجيب اكتر. لما تبقى حاجه واضحه للمشاهد والفار ما يتدخلش، يبقى هنا النادي الاهلي لازم يطالب. والثلاث نقاط الاولانيين ما فيهمش اي غضاضه، ده تطوير من اداء المنظومه. ولكن النادي الاهلي ينتقل في النقطه الرابعه لامر يخصه وهو اسناد المباريات. دي النقطه الاهم. بالظبط، دي المهم. النقطه المهم والنقطه اللي احنا قادرين على اننا نتعامل معها كنادي اهلي. كل النقاط السابقه هي نقاط خاصه باتحاد كره القدم المصري. النقطه الخامسه هي نقطه مشتركه ما بين النادي الاهلي وما بين اتحاد كره القدم وبين لجنه الحكام، الا وهي الاستعانه بتحكيم اجنبي من المستوى الاول. بالزبط. ده حق مشروع بيطالب بيه واللائحه بتنص بيه، واستعرضنا ده قبل كده. ما هو المشكله في ايه؟ ان اتحاد الكره كابتن هيثم بيجي يقول لك ايه، انا بسمح لك كنادي ان انت تطالب بتحكيم اجنبي، بس لازم شرط موافقتي انا كاتحاد. اعتقد الامر صعب جدا، واعتقد الاتحاد لو اللي يمنع كره القدم اللي يمنع زي ما اتمنع السنه اللي فاتت. لا ما بص، اصل ايه اللي يمنع؟ هتجرنا القضايا كتير. ما السنه اللي فاتت قال لك ليس كل ما يعرف يقال، وقال لك اصل ما ينفعش اجيب للنادي الاهلي تحكيم اجنبي واجيب للحكام لبقيه الانديه تحكيم مصري، فانا كده ما عنديش تكافؤ فرص ما بين الحكام. للدرجه دي في اعتراف بوضوح ان التحكيم الاجنبي في حاله متطوره وبيمنح عداله تحكيميه اكتر من التحكيم المصري؟ هي دي النقطه. خلاص اديني حقي. لا هو انا بالنسبه لي اديني حقي في الماتشات. لا انا بالنسبه لي تحكيم اجنبي. انا بالنسبه لي التحكيم اجنبي. يعني قصدي اقول لك انت شايف ان ده يعني ما انا رحت لده ليه؟ لان انا ما باخدش حقي. ده بعد سبع مرات. بالزبط. انا سبع بيانات. سبع بيانات وهنستعرضه مع الساده المشاهدين. يعني انا رحت لده او النادي الاهلي راح لده بيطالب بحكام اجانب لما ما عرفش، يعني خلاص حقه ونقاط بتروح منه كتير و و و و و وملايين بتصرف، وبيجي يبص يلاقي نقاط بتروح منه نتيجه اخطاء تحكيميه واضحه. وفي نقطه كمان بقى، يعني خلينا نتكلم بوضوح يا جماعه، هي مش فكره اخطاء تحكيميه فقط لا غير، هي فكره تعامل كمان تحكيم. ويمكن كلنا شاهدنا فتره او تصريحات تخص فكره الاحتواء في مباراه القمه الشهيره مباراه 5-3، برغم فوز النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي كان من ممكن في عداله تحكيميه
ومباراه بدون احتواء ان النتيجه دي تكون اكبر من كده. وكان في تصريحات صعبه جدا وسمعناها كلنا عن فكره محاوله التشويه صوره الحكم لما اتقال من حارس مرمى نادي الزمالك ابو جبل للحكم انت عاوز تخلص المباراه كام؟ ده طبعا نوع من انواع التشكيك في الحكم. فجاه الحكم محمد عادل بيتواجد في مباراه لنادي الزمالك، احضان وسعاده غامره بينه وبين نفس اللاعب اللي بدا يشكك فيه قبل طيب. ماتش فاركو وفي اربع صور نقدر نستعرضها. ده يا ريت نستعرض الصور يا جماعه، لان الموضوع بصراحه يعني انا مع فكره الروح الرياضيه بين كل عناصر المنظومه وكل عناصر اللعبه ولاعبي الفريقين والتحكيم، لكن اللي هنا حصل هنا ده هنا مفيش روح رياضيه، هنا التحكيم لابد ان يكون على الحياد، ده الكلمه محسوبه. ما هو ده ما حصلش مع لعيبه فاركو. بالظبط بالظبط، يعني القصد اقوله ان هو يعني هنا لازم يكون في يعني لازم العنصر الحكم او الحكم لو اي حاجه قد تؤخذ عليه باي شكل من الاشكال لازم يبعد عنها. النهارده الصور دي بتوضح لنا امور كثيره جدا يعني عليها علامات استفهام. انا ما عنديش مشكله في كابتن ايمن طاهر، يعني رجل يعني له تاريخ في كره القدم المصريه، ومع ذلك ده غير مقبول من التحكيم قبل المباراه. بالظبط، انت حكم صاحبك ده انا اسف جدا بره المباراه، بره فكره التراك. انت دلوقتي المفترض ان انت بتتمتع بدرجه من الحياه. شفنا قبل كده ابراهيم نور الدين في دوري 2015 مع باسم مرسي، شفنا محمود عاشور مع شيكابالا، دلوقتي بنشوف ابو جبل بعد ما كان بيتهم الحكم ان هو عاوز يتلاعب في نتيجه المباراه، احضان وضحك قبل المباراه. هل ده بنشوفه في الملاعب الاوروبيه يا احمد؟ لا لا لا، ده صعب قوي. هل بنشوف الاحضان وده بالتالي في نقطه كمان، انا كده من حق ان انا اشكك؟ ما هو انا لما اشكك انا عندي صوره بتقول لي لا، انت من حقك تشكك في الامر. صح، انا بقول لك ان الامور يعني الامور ما بتمشيش كده، الموضوع واضح. مباراه الزمالك وفاركو يمكن ما حازتش بنسبه مشاهده كبيره لان كان تشامبيونز شغال، ولكن في خطا يا جماعه ما حصل يعني انا ما شفتوش قبل كده، فاول لنادي الزمالك على حدود منطقه جزاء نادي الزمالك، حصل فيه مشاده وخناقه، نزل جهاز فني وادريين، الكره اتلعبت من خط الوسط عادي جدا بتتلعب والناس موجوده في ارض الملعب وكان هم بقوا يتمتعوا بالمشاهده من داخل ارض الملعب. فكابتن محمد عادل مشكورا يعني صفر، قال يا جماعه مش هينفع، لازم تلعبوا الفاول لما الكره تطلع. بعد ما طلع لما الجهاز الفني يطلع، طلع الجهاز الفني، بعد ما الجهاز الفني طلع لعبوا الكره من نص ملعب نادي فاركو، الكره اللي كان المفترض فاول على حدود ال 18 بقت على حدود 18 فاركو. ومش عايزني ان انا اتكلم واقول ان التحكيم مش مركز، لا، اتمنى الوقت الكابتن الضايع لا لا الوقت الضايع اللي اتحسب بشكل يعني مبالغ فيه شويه. احنا يعني مش هنتكلم في الامور دي، بس خلينا نرجع بعد اذنك يا استاذ احمد لو تسمحوا لي ساده المشاهدين، هنقول البيانات واللي بعتها النادي الاهلي او ارسلها او اصدرها فيما يخص الحكام على مدار السنتين اللي فاتوا بدايه من سنه 2020. يمكن البيان الاول او المكتبات الاولى اللي اصدرها النادي الاهلي كانت بتاريخ 15/9/2020، المخاطبه الثانيه كانت 18/1/2021، اللي بعديها 27/1/2021، 2/3/2021، 11/4/2021، و4/5/2021، 21 نوفمبر 2021. كل ما يخص التحكيم والاخطاء التحكيميه بالرغم من تطبيق تقنيه حكم الفيديو او الفار، وهذه الاخطاء تنسف مبدا العداله بين الانديه التي تتكبد خزائنها الملايين للانفاق على الملاعب والبنيه التحتيه واجهزتها الفنيه والاداريه والطبيه وتعاقدات اللاعبين بالملايين طبعا لتحقيق اهدافها الفنيه والادبيه والتسويقيه، وان النادي طالب في خطاباته السابقه اللي قلنا لحضراتكم عليها بضروره الاهتمام بمنظومه التحكيم والعمل على تطويرها وفقا للاسس العلميه مثل ما فعلت العديد من الدول، خاصه وان الحكام يمثلون عنصرا رئيسيا من منظومه كره القدم، ولكن ورغم المكاتبات العديده لم يتخذ اي اجراء او خطوات فعاله في هذا الشان، وهو امر يدعو لعدم الاطمئنان لنجاح المسابقه المحليه، لا سيما وأن ذات الأخطاء التحكيمية لا تزال تتكرر حتى الآن. بص يا كابتن عاصم، عشان برضو نكون حاطين المشاهد في الصورة، وانتوا عارفين دايما في قناة النادي الأهلي احنا بنتعامل معاكم بمنتهى المصداقية ومنتهى الشفافية، ومن المصداقية والشفافية اننا ننقل صوت الجماهير اللي هي شايفة ان لازم النادي الأهلي ياخد موقف ما بعد البيان. النادي الأهلي بالتأكيد لا يدار من مدرج، وبالتأكيد له يعني إدارة قادرة على يعني المحافظة على حقوق النادي، ولكن أنا بخاطب النادي الأهلي أن البيان ده يكون هو آخر بيان لاتحاد كرة القدم بشأن التحكيم، ويكون التعامل مع اتحاد كرة القدم بشكل معلن بوضع شيك للحكم الأجنبي وطاقم التحكيم الأجنبي قبل مباراة النادي الأهلي. ولو رفض اتحاد كرة القدم لنا المفترض في رابطة أندية منوط بها الدفاع عن حقوق المسابقة، لأن احنا شايفين تطور من خلال رابطة الأندية في أول سنة من خلال البث والنقل التلفزيوني. نتمنى أن ما ينفعش عنصر من أهم عناصر كرة القدم يكون التحكيم بالشكل ده،
ومع كامل احترام الكابتن عصام عبد الفتاح، وهنا رساله للكابتن عصام عبد الفتاح اللي منظومه فيه. مش بس مش لازم مش لازم شخصية. لازم كابتن عصام، لا لا كابتن عصام عبد الفتاح تحديدا كابتن هيثم طلع من فتره لما قلنا هنستعين عاوزين رئيس لجنه حكام اجنبي، طلع قال من يطالب بخبير تحكيم للجنه الحكام اجنبي هو غير وطني، اتهام واضح. بالامس بيتحدث عن اخطاء التحكيميه في مباراه الاهلي والمصري، ان مش كل من هب ودب بيطلع يتكلم في التحكيم في اشاره لخبراء التحكيم. يا كابتن عصام، هو حضرتك كل حاجه صح؟ قبل ما تبقى رئيس لجنه الحكام قلت انا مش راضي عن التحكيم ولو رديت هدي نسبه 10%، لما حضرتك جيت مسكت بقدره قادر بين شهرين بقى اللي بيطالب بخبير تحكيم اجنبي خاين. الكابتن عصام فتح عمل ايه بقى يا كابتن هيثم؟ هو بنفسه في لجنه التطوير بيتحدث عن جلب خبراء اجانب عشان يعلموا او يتعايشوا مع التحكيم المصري. ما بقتش انت دلوقتي وطني يا كابتن عصام. اتمنى الكابتن عصام عبد الفتاح يتعامل مع الفشل دون اتهام الاخرين. وحسنا فعل الكابتن جمال غندور، يحاول يعني يصلح ما يمكن اصلاحه. وخلي بالك الكابتن جمال غندور قال حاجه، لان ده برضو موضوع مهم، قال احنا اول مره لما كل مره يا كابتن هيثم الكابتن عصام عبد الفتاح يمسك رئيس لجنه الحكام تطلع تصريحات خاصه بفكره ان العالم كله بيحارب لجنه الحكام. صحيح، موضوع صعب جدا. احنا عايزين الافضل، احنا عايزين الاحسن، عايزين الحق، عايزين اللعب النظيف واللعب اللي يبقى فيه يعني كل واحد ياخد حقه. ومش معقول تكرار الاخطاء التحكيميه بشكل بيضيع نقاط من النادي الاهلي، وبيضيع يعني زي ما البيان واضح وزي ما كل الخطابات السبعه او الثمانيه اللي صدروا من النادي الاهلي بيبينوا ان ده اهدار كبير جدا جدا لمجهود الاجهزه الفنيه واللاعبين. بس خلينا نتجاوز بقى النقطه دي ونروح لمباراه يوم السبت. مباراه يوم السبت تحكيم بقى تحكيم افريقي، مباراه السبت وهي المباراه الاهم طبعا ولا صوت يعلو، زي ما قال زميلي العزيز احمد اسامه في بدايه الحلقه فوق صوت يوم مباراه يوم السبت ان شاء الله الرجاء. المباراه خلينا استعرض مع حضراتكم مين حكامها، مين اللي هيكون حكام مباراه يوم السبت باذن الله. هيحكم طبعا اللقاء حكم جان جاك نادالا، وده حكم من الكونغو الديمقراطيه، ويعاونه مواطنه الكونغولي اوليفر سفاري مساعد اول، وسليمان امل الدين من جزر القمر هيبقى مساعد تاني، والحكم الرابع من الكاميرون بليسا نيجولا، وفي غرفة الفار الجزائري مهدي عبيد، ويعاونه عبد الحق عشالي. وطبعا مع الحكام اللي موجودين احنا لينا يعني لقطات سابقة، يعني استاذنك احمد استعرضها. هو الاول عايز اقول لك ان حصل موقف طريف جدا، ان سفاري ده يعني اتهم قاضي او سب قاضي في الكونغو واتقالت قبض عليه، لكن خلاص يعني تم التسوية وتصالح وقدر يخرج. لكن نادالا يعني بنقول له بلاش نداله يا نداله، يعني احنا مش عايزين اي موقف معانا. وان كان هو فائل حسن على النادي الاهلي، لان هو كان حكم مباراه الاهلي وصن داونز اللي فزنا فيها 2-0 وقت ما كان رينيه فايلر هو المدير الفني، وايضا للمصادفه هو حكم مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والرجاء اللي فاز فيها النادي الاهلي بركلات الترجيح بعد ادراك التعادل في الدقيقه الاخيره. ولكن في المباراه دي والشوط الثاني تحديدا كان واضح جدا فريق الرجاء في مضيعه الوقت، ولم يتدخل الحكم اي تدخل. وهنا اكثر من 7 دقائق وقت ضايع احتسب 3 فقط، لولا ان طاهر محمد طاهر اراح بالضبط الجميع بهدفه وهدف دي التعادل. دي كانت التوقفات دي توقفات، وهنقولها لكم بالتفصيل كمان. لولا طاهر محمد طاهر اراحنا ما كناش هناخد حقنا في من هذا الحكم، نفس الحكم نداله ما كناش خدنا طبعا حقنا في المباراه. يمكن كان في توقفات يا احمد ممكن نستعرض وقتها. التوقف الاول كان 99 ثانيه، احنا جايبين لكم بالثانيه يا جماعه، والتوقف الثاني 88 ثانيه وهكذا. هتلاقي هات الصوره اللي بعدها على طول عشان ايه مجمل 7 دقائق و3 ثواني بالظبط كده. احتسب قد ايه بقى؟ 3 دقائق. 3 دقائق لولا طاهر محمد طاهر ربنا يبارك له واراح الجميع. نادالا كابتن هيثم بيدخل تحت بند الحكام اللي هم بلغه الكوره كده، عارف انت اللي يقول لك صايع كوره اللي هو ما تقدرش تمسك عليه غلطه فاتحه. لا بس دي ممسوكه، لا ما هو يعني وقت ضايع، انت فاهم هيتلعب في وقت ضايع. لكن مسكنا عليه حاجه في مباراه انجولا ومصر مع المنتخب بقى، وهي ركله جزاء لاكرم توفيق. اكرم توفيق يا ريت نستعرض لو الصوره معانا لركله جزاء. ما اتحسبتش طبعا لاكرم توفيق، ما اتحسبتش، ولكن ربنا اكرم توفيق، ربنا يرجعه بالسلامه يا رب، وسجل هدف التعادل في المباراه دي طبعا. ادي صوره اكرم توفيق والنتيجه 2-1 لانجولا، عرقله واضحه لصالح اكرم توفيق، ولكن نداله لم يحتسب ركله جزاء. بالتاكيد هو افضل حالا من حكام اخرين، ولكن نتمنى ان يكون في توفيق ليه والامور يعني مباراه مهمه كمان. مباراه مهمه طبعًا. دي مهاره مباراه الذهاب، يعني لازم تكسب بنتيجه مريحه وما يخشش فيك اهداف، يعني انت عندك هدفين تكسب باكتر فارق من الاهداف، وايضا لا يستقبل شباكك اي هدف في ارضك، لان دي طبعا هتكون صعب علينا المهمه هناك في حضور 60,000 متفرج هيكون هناك في ملعب الرجاء،
وكمان انا عايز اقول حاجه كمان، يعني الرجاء الناس الاخبار اللي بتسرب من المغرب، المغرب صعبه جدا يعني بيسربوا ان الفرقه ناقصه او مش الفرقه ناقصه، الفرقه كامله بالكامل. وخلينا نروح لاخر تطورات الفريق، وخلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب التتش في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف ويحطنا على اهم الاخبار واخر الاخبار للفريق قبل مباراه السبت. اتفضل يا كريم. مرحب بيك طبعا كابتننا الكبير كابتن هيثم السعيد، وايضا كمان كل التحيه لزميل العزيز احمد اسامه، والشكر والتحيه موصوله لجمهورنا جمهور النادي الاهلي اللي رهاننا كبير جدا يا كابتن هيثم زميلي طبعا فارس اسامه، طبعا رهاننا كبير جدا على جمهور النادي الاهلي لان هو ده السر ان شاء الله اللي احنا بناكد عليه. التحضيرات مميزه جدا، التدريبات وتركيز على اعلى مستوى كالعاده، طبعا مباراه غايه في الصعوبه. كل مره هنتكلم على هذا الامر، هي 180 دقيقه هنقسمها مرحلتين، شوط اول ان شاء الله يكون في القاهره بنتيجه تساعد النادي الاهلي في مباراه تكون اصعب في الرجاء في حضور جماهيري في ضغط كبير جدا، يمكن النادي الاهلي عارفين متعود عليه بالخبرات الكبيره والقامات الكبيره طبعا الموجوده في فريق النادي الاهلي، لكن احنا بنشرح طبعا الامر الواقع. انا كنت متواجد اكتر من مره الحقيقه في المغرب وعارف قد ايه قوه الرجاء وقوه جمهوره، لكن ان شاء الله باذن الله جمهورنا هنا ولاعيبتنا هنا وثقتنا الكبيره فيهم نقدر نحسب المباراه باهداف غزيره وباداء ان شاء الله يطمن كل جمهور النادي الاهلي في مباراه العوده. طمنك طبعا كالعاده طبعا مطمن كل جمهور النادي الاهلي على التدريبات، الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، الحاله الذهنيه، مدى استعداد لاعبي النادي الاهلي ليه هذه المرحله. يمكن بيتسو موسيماني كعادته طبعا بدا التدريب بمحاضره فنيه، المحاضرات طبعا بتستمر اكثر من 25 دقيقه و30 دقيقه، التاكيد طبعا على اهميه المرحله، اهميه المباراه، تركيزنا يكون عامل ازاي، دخولنا في المباراه. الراجل طبعا هايلايتس مستمر، كل يوم بيكون في تدريب هايلايتس، بيتابع النادي الاهلي، بيتابع لعيبه النادي الاهلي، المهام، الواجبات الدفاعيه، الثغرات، كل الامور دي. يمكن انتم ذكرتوا طبعا نقطه مهمه، الجانب الاخر بيشتغل على الجزء النفسي انهم في نقص في عدد من اللعيبه مش متواجدين، مين ما جاش طبعا عشان مشاكل اداريه، لكن كل الامور دي الحقيقه لعيبه النادي الاهلي عارفه هذا الامر، لعيبه النادي الاهلي خبره كبيره جدا في هذا الامر. تركيزنا فقط يكون في 90 دقيقه ان شاء الله بناملها في البدايه تكون من نصيب النادي الاهلي، ولا كل حدث حديث ان شاء الله في مباراه العوده باذن الله ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. عايز اطمنكم طبعا على عدد من اللاعبين الجاهزيه، طبعا العدد من اللاعبين جمهور النادي الاهلي بيحاول طبعا من خلالنا على طول يطمن على اللعيبه اللي ما بتشاركش في التدريبات، مين كان ريكفري النهارده، مين بيشارك النهارده في التدريب. انا اقدر اقول لك النهارده ان شاء الله محمد مجدي قفشه هيشارك في تدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي، يمكن قفشه غاب بال 48 ساعه الماضيه عن التدريبات الجماعيه، شعور بالاجهاد شويه كده، لكن رئيس الجهاز الطبي طبعا احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي يمكن اكد لنا على جاهزيه ان شاء الله محمد مجدي قفشه يكون متواجد بكل قوه بكل جديه مع بقى كل النجوم طبعا حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد هاني، كل اللعيبه دي عادت للتدريبات الجماعيه ان شاء الله باذن الله. بس ربنا يحافظ على لعبتنا خلال التدريبات القادمه مرورا بالايام، مجهود كبير بيبذل في التدريبات، حماس وجديه واضح جدا، فان شاء الله باذن الله لعبتنا تحافظ على نفسها لان احنا محتاجين كل الجهد ومحتاجين كل اللعيبه ان شاء الله في المباراه القادمه مباراه الاهلي والرجاء. غدا الحقيقه كمان هيكون يوم حافل طبعا بالاخبار، مؤتمرين صحفيين لفريق النادي الاهلي وفريق نادي الرجاء. النادي الاهلي يكون في الرابعه عصرا في استاد الاهلي ويا سلام، 4:30 يكون مؤتمر نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تدريبهم يكون 10 مساء على استاد السلام، وايضا كمان النادي الاهلي في تمام التوقيت على 10 في توقيت المباراه هيكون هنا التدريب لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، ومن قبلها ال 15 دقيقه المعتاده لكل وسائل الاعلام طبعا لتصوير تدريب النادي الاهلي الاخير. يا رب ان شاء الله كل دعوات جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي ودعواتكم طبعا ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي، وال11 ريال ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم، ويعني اسمح لي ان انا اسالك، هل في اي انطباع بين لاعبي النادي الاهلي؟ المباراه دي تقريبا هتكون مباراه يعني ب 20,000 مشجع، منهم 18,000 مشجع درجه ثالثه، الاجواء دي ممكن تكون يعني مش عايشينها طول الوقت وبنلعب في مدرجات خاويه او بالكثير 5,000 مشجع، ده ناقل شعور بالثقه لدى لدى اللاعبين عندك؟ زميلي احمد طبعا هي نقطه مهمه جدا جدا، طبعا احنا بقالنا سنين كثيره جدا 5,000 طبعا بيحضروا في المباراه الافريقيه، لكن 20,000 في استاد السلام ده امر مهم جدا، والحقيقه يمكن نوجهنا لكل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي وكل الجهات المختصه على هذا الامر. 20,000 ان شاء الله باذن الله يكون ليهم سر كبير، الانطباع هنا والمردود كبير جدا، لان انت عارف طبعا سر اللعيب في الجمهور وسر الجمهور في لعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي محتاج لاعبيه وايضا كمان العكس صحيح، فيمكن دي نقطه مهمه جدا وايجابيه جدا، عشان كده بنقول رهاننا كبير على جمهور النادي الاهلي، الهتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني عندنا الامل كبير لبعد كمان الدقيقه 90، هو ده جمهور النادي الاهلي اللي احنا منتظرينه ان شاء الله باذن الله، هيكون ليهم دور كبير جدا مع التحضيرات اللي احنا بناكد عليها ومع الجديه ومع التركيز مع الجلسات المستمره الحقيقه لكباتن فريق النادي الاهلي الشناوي السوليه ايمن اشرف كل اللعيبه معلول كل اللعيبه الحقيقه
بيكون في جلسات مستمره جدا، بيتكلموا طبعا على الجمهور والحضور، ان الجمهور ده يكون متواجد في شهر رمضان بكثافه زي كده، ما ينفعش ان هو يرجع زعلان، لازم ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله جمهورنا يكون سر النجاح، وهو ده المفتاح ان شاء الله يكون البطوله، مفتاح البطوله ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كريم ان شاء الله. كريم احمد زميلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. يمكن كان مهم جدا النهارده نروح لارض الملعب ونشوف اخر تطورات، ويمكن يا اسامه في اخبار ايجابيه كثيره نقلها لنا كريم احمد من ارض الملعب. يمكن مشاركه الجماهير احنا عارفين طبعا من فتره 20,000 متفرج، والجميل ان هم 18,000 متفرج منهم من جمهور الدرجه الثالثه المحب والعاشق للنادي الاهلي، فدي خبر ايجابي جيد. عندنا عوده صلاح محسن، ده خبر ايضا ايجابي. احمد نبيل كوكا كمان عودته للتدريبات الجماعيه ايضا اخبار ايجابيه، ففي الكثير من الاخبار الايجابيه التي تدعو الى التفاؤل. بالتاكيد، ويمكن احمد نبيل كوكا يعني بنقول له الحمد لله على السلامه، ويمكن احمد نبيل كوكا مش من اللاعبين اللي ممكن يعني بيتسو موسيماني يدفع بيه، ولا هو ولا صلاح محسن من وجهه نظري، لكن كان مهم جدا ان محمد مجدي قفشه يكون متواجد حتى لو يتم الدفع بيه بعض اوقات المباراه على حسب جاهزيته. مهم جدا نكون داخلين بالفول تيم، مباراه صعبه جدا، مباراه قويه جدا، لما بيكون امام المدير الفني كل الاوراق متاحه بالتاكيد ده بيسهل عمليه المدير الفني في التعامل مع المباراه باي فورميشن باي طريقه لعب حتى اوقات المباراه. بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي في المباراه دي، ولكن كابتن هيثم كان الكابتن محمود الخطيب صحيح حضر التدريب مع النادي الاهلي، وده بعد خساره دايما، خساره المصري دايما بتجد مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في تواجد شد من ازمه الفريق، تواجد قوي ونوع من انواع الفوقان برضه صحيح للفريق. صحيح، وطبعا يمكن اجتماعه مع كابتن موسيماني في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ اكيد كان رساله اطمئنان وثقه في الفرقه وجهازها الفني، وده مش غريب على كابتن محمود الخطيب. يمكن هو في المقام الاول هو لاعب اسطوري ومر بهذه الظروف كثيرا، يمكن النادي الاهلي يمكن لعيبه النادي الاهلي بشكل عام وبخاصه لعيبه منتخب مصر لم يتلقوا الراحه الكافيه، فهنا ياتي الدعم المعنوي، ومش جديد على الكابتن محمود الخطيب. يمكن خلاص ان شاء الله كل التوفيق، يبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى باذن الله. نقطة أخيرة ودي متعلقة ببعض المواقع اللي بتنقل بعض الأخبار اللي من شأنها إنها محاولة هز استقرار الفريق. مش معقول يا جماعة كل فترة يطلع خبر ملوش أي أساس من الصحة عن النادي الأهلي، والناس تتفاعل مع الخبر ده بحسن نية، لأن مواقع لها اسمها بتنقل الأخبار دي، وتحديدا قبل مباراة مهمة زي دي ألاقي دايما اسم كهربا يطرح، موقع أو أحد المواقع الشهيرة اللي برضو كان من ضمن المواقع اللي نشرت إصابة بيرسي تاو واللاعب تاني يوم كان بيشارك في التدريبات عادي. نفس الموقع بيقول إن بيتسو موسيماني بيرفض عودة كهربا، أولا لا ده وقته، ولا إن الموسم في تركيا انتهى، ولا إن الموسم في النادي الأهلي انتهى. ولكن بيتسو موسيماني تقريبا حد ترجم له وبدأ مركز مع الإعلام اللي بدأ يعمل مشاكل بينه وبين بعض لاعبيه، وبيتسو بقى من النوع اللي مركز شوية من الإعلام، وأتمنى يكون تركيزه انتهى النهاردة ويركز في مباراة الرجاء. عمل ريتويت او كتر تويت للتويته للموقع وقال يا جماعه رفقا، ادي التويته يا كابتن هيثم، بيقول ان الكلام ده مش حقيقي. يعني خلينا اقولها بالانجليزي، this is not true، please الكلام مش حقيقي، be fair to my to me and and كهربا، كونوا منصفين معايا ومع كهربا، خليكم يعني عادلين معايا انا وكهربا. وي ار ان ذا هولي مانث، يعني احنا في الشهر المقدس او الشهر الكريم، وكاتب بليز يعني من فضلكم. لا هو احنا عايزين نقولها بقى ان هو بطريقه بيتسو موسيماني عايز يقول لهم، تقريبا هو كمان متابع يعني الهاشتاج ومتابع كل الترندات، فهو عايز يقول لهم في رمضان يعني في رمضان، فهو كاتبها لهم على طريقته بيقول لهم يعني يا جماعه احنا في رمضان، خدوا اجازه في رمضان بس. يعني برضه حاجه لطيفه كده، موضوع صعب جدا يا كابتن، ولكن النادي الاهلي والتوفيق والرد في الملعب يا اسامه باذن الله. خلينا نروح بسرعه للاخبار الالعاب الاخرى، يمكن هي مش كثير لانه او اخبار كثيره لانه خلاص المواسم في نهايتها، يمكن عندنا خبر او اثنين هنستعرضه مع حضراتكم. عندنا اول خبر والمهم في الموضوع ده يتعلق بكره اليد الرجال، عندنا بطوله ابطال الكؤوس ان شاء الله الافريقيه لكره اليد، اتعملت القرعه وتم الاعلان عن المجاميع، ويمكن النادي الاهلي سيشارك فيها من مصر وايضا نادي الزمالك، وجاء النادي الاهلي على راس المجموعه الاولى ومعاه انديه فاب الكاميروني وسيمن الكونغولي ودون بوسكو الايفواري وكيركوس الاثيوبي. نروح للمجموعه الثانيه، هيكون ايضا على راسها نادي الزمالك ومعاه انديه جي اس كي من الكونغو الديمقراطيه وفانز الكاميروني وكانو بيلرز النيجيري وفاورز البنيني
ونيماني او نيامي بطل النيجر. يمكن البطوله دي هتبقى ان شاء الله تتلعب من 10 لحد 20 مايو اللي احنا اللي جاي ان شاء الله. وبالمناسبه احنا حامل لقب هذه البطوله من العام الماضي، وبتبقى هي في النيجر. يمكن بتبقى البطولات بتلعب في افريقيا بتشهد بعض الصعوبات يمكن في السفر وايضا الاقامه. يعني تبقى متفائل ان شاء الله، دايما متفائل، دايما متفائل ودايما سبورت لفرقنا. وانا اثق تماما في كل من يرتدي التيشيرت الاحمر انه بيقاتل الفوز والمكسب والخساره بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. كره اليد مزعله بعض جماهير النادي الاهلي او معظم جماهير النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله يكون نثق ان شاء الله في بإذن الله مدير النشاط الرياضي الجديد كابتن خالد العوضي، وهو زميل عزيز ومحب للنادي الاهلي، وهو طبعا من اسره كره اليد، واكيد طبعا مع بالتنسيق مع مجلس الاداره على راسه كابتن محمود الخطيب والمدير العام فاروق، اكيد يعني هيبقى في تعاقدات جديده، اكيد هيكون في امور جديده. خلينا نشوف، ويمكن اتنقل لخبر تاني مع كرة الطائرة شباب، مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة الجمهورية لكرة الطائرة شباب، والمدير الفني كابتن حسام شعراوي مدير فريق الشباب لكرة الطائرة، وهو أحد أساطير أو أحد نجوم كرة الطائرة في النادي الأهلي. عندنا مباراة مهمة، الماتش هيتلعب بإذن الله الساعة 11 على صالة استاد القاهرة الدولي، واللي هيفوز بالماتش ده هيتوج باللقب. مهم جدا لأنه بيدي إنديكيشن مهم أو بيدي مؤشر الكرة الطائرة رايحة على فين. والماتش النهارده باذن الله، واكيد لو النتيجه خلصت واحنا على الهواء، بس مش هتلحق، لو خلصت اكيد هنقول ان شاء الله. والجهاز الفني كان عمل محاضرات كالعاده لتحليل الاداء لفريق نادي الزمالك، وان شاء الله انه توج باللقب. هروح لخبر سعيد ايضا من الشباب يقوله. بقى للكبار، وموضوع مهم، وانا دايما بقول فريق كره الطايره في النادي الاهلي رجال هو وسيدات طبعا، هو بجينات النادي الاهلي احد اهم وافضل يعني العاب الصالات في النادي الاهلي اللي بتسعد جماهير النادي الاهلي. دائما تشبه بكره القدم بالظبط. يمكن زعلنا فتره الاخيره بسبب ضياع الدوري، ويمكن يعني الكابتن ميدو مصلحي وحتى في حديث خاص بيني وبينه اتكلم ان هو مركز بشكل كبير جدا في مباراه نهائي الكاس اللي هيكون بين الاهلي والزمالك، وكان جماهير النادي الاهلي شايفه ان احنا كنا محتاجين دعم بمحترف في مباريات الدوري. النادي الاهلي اتى بمحترف مصنف رقم 24 على العالم حاليا، البرازيلي ماوريسيو، طبعا لاعب مهم جدا. النهارده وصل القاهره، كابتن خالد العوري وقع معاه العقود الانضمام النهارده، وباذن الله يشارك في نهائي الكاس، وباذن الله يشارك في البطوله الافريقيه. وده لاعب خبره من من لاعبي المنتخب البرازيلي، قدر يحقق الدوري العالمي 2010 وكاس القارات 2013 و2017 الذهبيه، وذهبيه اولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكاس وذهبيه كاس العالم 2019، حتى دوري الامم في 2021 حصل على الذهبيه. جايبين لاعب مهم جدا، ان شاء الله يكون اضافه قويه جدا لكتيبه الماسترز. كتيبه الماسترز، خلينا نوضح برضو للساده المشاهدين، عبد الله عبد السلام واحمد صلاح باذن الله. خلينا نوضح حاجه برضو مهمه، انه البرازيل هم افضل فريق على مستوى العالم في الكره الطائره رجال، ومن الدول العظمى في الكره الطائره. يمكن الناس فاكره البرازيل او الانطباع عن كره القدم، ولكن الكره الطائره هناك لا تقل ابدا عن بالظبط بالظبط، ويمكن هي اللعبه الشعبيه الثانيه سابق الباسكت وسابق اليد كره الطائره هناك. فاستعانا بهذا اللاعب، هو يؤكد سياسه النادي الاهلي وهي الاستعانه بالمحترفين اللي يصنعوا الفارق، وليس وجود محترف وخلاص، ولكن المحترف اللي يصنع الفارق هو ده اللي بيروح او بيتعمد ان الاهلي يتعاقد معاه. هو بورجس ولا بورجش؟ بورجس. متاكد؟ هنشوف لما يجي نساله، ان شاء الله نكسب ويجي ونساله. انا في المضمون. خلاص خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، عشان نطلع بقى نستقبل ضيوفنا. هنستقبل طبعا شريف سالم وايمن محمد محللينا، عشان هنتكلم عن الرجاء، عندهم كلام كتير جدا ونقط هنتطرق اليها، ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد. وباقي فقرات الاهلي في رمضان بالتاكيد، يعني متعودين كل يوم خميس كده في تنوع، واسال مجرب من رمضان اللي فات عندنا مباراه الاهلي والرجاء، جايبين بقى اثنين محللين جامدين جدا طبعا، كابتن ايمن محمد محلل اداء مع كابتن ربيع سين فريق بتروجيت، وكابتن شريف سالم كوتش بقى زي ما بيحب ان هو يتقال له. اهلا بيكم. اهلا بيك يا ابو حميد، واهلا بشريف، واهلا طبعا بكابتن هيثم. اسمح لي ارحب بيهم بقى اسامه. اهلا بيك، اهلا بيك يا شريف، اهلا بيك يا ايمن، ونتمنى ان شاء الله النهارده تمتعوني الحقيقه
يعني بتحليلاتكم مفيش مشكله برضو نخش في الالعاب الاخرى كده. معلش طبعا يعني انا يعني معلش وبالذات يعني شريف اديني حته كده ايه في اخر الحوار للالعاب الاخرى كده برضو بعد اذنك اسامه ده ما يزعلكش. طبعا ده انا معاك في الالعاب الاخرى خلاص حبيبي تنور وتزيد المكان حبيبي يا كابتن. يعني هخليك تبتدي معاهم ونشوف اكيد ماتش الرجاء اكيد ماتش انا قبلها بماتش الرجاء بس انا يعني مبسوط جدا جدا انا النهارده قاعد مع كابتن هيثم لان كابتن هيثم يعني من الناس قاعد معايا مثلا لا انت اخويا طبعا احنا قاعدين مع بعضينا بره الهواء على طول حبيبي لكن انا مبسوط جدا ان انا فعلا بجد النهارده مع كابتن هيثم اتشرفت بيك لان انت فعلا لو احنا كنا بنتكلم في الكوره ان صفقه القرن كانت انتقال رضا عبد العال من صفوف الزمالك الاهلي فانا بعتبر ان صفقه القرن في كل العاب الصالات هي انتقال هيثم السعيد من نادي الزمالك للنادي الاهلي لان فعلا بجد انت كنت من اللعيبه المميزين جدا 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 ومن وانا صغير انا بحب اتفرج عليك كنت ببقى هتجنن طبعا لما انت كنت في صفوف نادي الزمالك كنت عايز اطلعك من الملعب خالص باي شكل إن كان وكنتش مصدق نفسي ان انت جيت بتلعب في الاهلي لانك انت من الشخصيات او من اللعيبه طبعا اكيد طبعا يعني حاجه محترمه جدا 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 الواحد كان بيستمتع بيك ومع كابتن علاء زهران طبعا في الجيل القديم الناس اللي شافت علاء زهران كنت بستمتع بيكم انتوا اتنين اكتر لعيبه وسعيد جدا جدا انا شفتك النهارده انا عايز اقول لك ان انا سعيد بكلامك ده جدا سعيد جدا لا لازم اضيف ان انت يعني كل اللي انت عملته قبل ما تبتدي لا لا استنى احط الحته دي استنى بس وسعيد بيه جدا كمان يا اسامه ومش بس كده كمان انا عايز اقول لك واقول الكلام ده في كل مكان ان احسن قرار خدته في حياتي الله احسن قرار اخدته في حياتي هو هذا القرار ولو اتعاد لاخذته ملايين المرات غفر لك خلاص لا 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 ده انا عايز اقول لك لا لا بامانه لا والله انا بقول لك هذا الكلام ولا على فكره على فكرة عايز اقول لك على حاجه انا ما قلتش هذا الكلام وانا على شاشه قناه الاهلي صحيح خالص بالعكس صحيح الكلام ده قلته وانا بعد انتقالي مباشره لانه الحقيقه انا وجدت نفسي ووجدت يعني كل ما يعني شخصيتي وجدتها في النادي الاهلي مش عايز اخش في الموضوع ده كتير انتوا ضيوفنا النهارده والكلام معاكم ولكن انا لما قلت لك عايز اسالك السؤال ده قلت لي بلاش ده عشان ايمن لا لا بس لا هو يعني كان القرار صعب ومحتاج انا محتاج يعني فكره ازاي بعد ما ارتديت بدله واتحطيت عضو مجلس اداره بيجي تاني قرار العوده للملاعب بس مش العوده للملاعب في نفس الفريق للفريق المنافس انا بالنسبه لي مش قادر اقول لك حاجه لا تستوعبها ليه النادي الاهلي يستحق اي تضحيه Yeah. والله انا بقول هذا الكلام ولا وانا ما بقولوش انا والله العظيم انا بقول النادي الاهلي انا اولادي بيلعبوا في النادي الاهلي والنادي الاهلي يستحق ان انت تتواجد فيها وتستحق ان انت تبذل الغالي والنفيس في حق هذا النادي صحيح. مهما توالت عليه اداراته النهارده الاداره بيتولى طبعا كابتن محمود الخطيب رئاسه النادي شخصيه اسطوريه مهما تعاقبت الادارات النادي الاهلي هو النادي الاهلي صحيح فاذا النادي الاهلي يستحق انا شايفه بامانه مش عشان انا بنتمي ليه ولا بحبه هو افضل نادي في العالم وساظل يعني على كده سواء كنت جوه النادي او بره النادي والحمد لله يعني برايي كابتن عادل القيعي وهو استاذي ومعلمي وهو السبب الاساسي في ان احنا نخلص الصفقه هو استاذ صفقات طبعًا. زمان ولكن قال لي انت هيثم اتحطيت في اختبارات واثبت ان انت من ابناء النادي الاهلي وهذا الكلام الكابتن عادل القيعي كان مسام على صدري فانا اسف خدت يعني حاجه كبيره لا لا ده حاجه مهمه وانا من اول رمضان اللي فات عايز اسالك وانت بتهرب مني لا والله لان الناس بالعكس. ممكن تتخيل ان ده عشان موضوع على قناه النادي الاهلي وكابتن هيثم متواجد على شاشه قناه النادي الاهلي وبنشوف الكلام بتاع على السوشيال ميديا للامانه انا اتعرفت على الكابتن هيثم من قبل الفتره اللي كان غايب فيها عن قناه النادي الاهلي وما كانش موجود في قناه النادي الاهلي لما حصل بعض اللاعبين كان اعتقد ستوجلن لما نزل لاعب ضغط او حاجه زي كده ودي كانت بدايه تعرفي على كابتن هيثم وهو بره النادي الاهلي بس عشان الناس اللي هي بتحب تتكلم في سكه عدم مصداقيه الراجل خد قرار انا بالنسبه لي صعب جدا فعلا محتاج تقف قدامه كتير جدا بعد ما يكون عضو مجلس اداره والكارير بتاعه بيختلف وبيتفتح له باب ان هو ممكن يكون في مناصب اعلى اداريا بياخد قرار ان هو يرجع لاعب تاني يلبس تيشيرت النادي الاهلي وشيء عظيم فعلا وانا مصدقه بشكل كبير جدا 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 نرجع بقى للاهلي والرجاء نرجع للاهلي والرجاء نشكرك ان انت فتحت النقطه دي بقى لي سنه عايز اتكلم فيها ما انت لو كنت جبتني من سنه كنت فتحتها تمام شرف اي وقت ايمن وشريف يعني احنا اخوات وبنتناقش في الكواليس في حاجات كتيره اتفضل يا استاذ اكيد شريف بقى يعني انت شايف الماتش ازاي بما ان ايمن بدا في قصه الباسكت نرجع لكره القدم شايف الماتش ازاي من وجهه نظرك وهنتكلم طبعا خلال فقره عن افضل يعني النقاط القوة والنقاط الضعف في فريق الرجاء لكن شفت تعادل او هو تعادل وفوز بركات الترجيح مباراة 3-3 ازاي مع رجاء بني ملال في بعد اكسترا تايم وبنوصل لركات الترجيح وكاس نتيجة زي دي ممكن يكون لها تأثير نفسي على فريق الرجاء او تدي انطباع عن
قوه فريق الرجاء، ولا بطولات الكاس لا يعتد بيها ودايما مفاجات؟ هو انا بالنسبه لي الماتش ده مش هيكون انديكيشن لاي حاجه فنيه، مش هقدر احط معيار فني للمباراه دي. السبب السبب انه المباراه دي كانت ليها ظروف مختلفه شويه، حتى كان في بعض التغييرات في اللعيبه، كمان الملعب كان وحش قوي، الملعب ده اتلعب عليه المباراه الاولى في الكاس والمباراه الثانيه، ملعب وحش جدا، فكل الظروف كانت بتقول ان المباراه دي هتطلع يعني اللي هو هنكسب وخلاص. حتى كمان اللقاء توالي، احنا اتفرجنا على الماتش سوا انا وانت، اللقاء كان الدخول في اللقاء كان غريب، يعني فرقه الرجاء نازله الملعب ليدنج مسيطره على كل حاجه، سجلت هدف من ضربه جزاء والمباراه ماشيه في اتجاهه، ضربه جزاء غريبه جدا للمنافس سجلت التعادل، بعدين بدا المنافس يدخل في اللقاء بجول غريب جدا خطا من الزنيتي، وهنا كانت ده الجيم تشينجر بقى، اللحظه اللي خلاص الجيم اتغير فيها هي اللحظه دي. فبالنسبه لي مش هاخد ده معيار. المباراه اللي قبلها برده نفس الكلام، تغيير في التشكيل بشكل كبير ودخول على عناصر جديده بتحاول تدخل الجيم، لان الراجل كمان بيحاول يوفق ان في بعض العناصر اللي مش هتلعب معاه افريقيا لانها صفقات جديده، وبعض العناصر اللي داخله في الفرقه جديد كمان. انا بشوف ان حميد احداد من اللعيبه اللي فارقه جدا مع فرقه الرجاء في ان هو موقف الفرقه على رجليها وبيسجل كتير، بس في اتجاه بيقول عكس كده، يعني في اتجاه بيقول ان احمد حداد يعني مش مؤثر بالشكل الكبير. بس يمكن انا مع يعني وجهه نظرك، لانه يعني مؤثر بشكل او اخر ونقلهم نقله ثانيه. في اتنين لعيبه في فرقه الرجاء انا بالنسبه لي هم دول اهم اتنين لعيبه، حميد احداد وجمال حركاس، الاتنين دول هم اهم اتنين، مدافع والمهاجم. في لعيبه في نص الملعب بتادي اداء كويس الفتره اللي فاتت، يمكن كان اهمهم الوردي واتصاب، الحمد لله مش هيلعب. الحمد لله طبعا مش حاجه وحشه يعني، الحمد لله الحمد لله مش هيلعب، بس نتمنى له الشفاء، بس ان شاء الله ما يلعبش ماتشين الاهلي. فده بالنسبه لي من اهم اللعيبه. زريده بيلعب بيعمل اداء كويس، لكن بالنسبه لي هو لعيب هيفضل في الحته بتاعه اللعيبه الافريج اللي مش بتخرج من المساحه. لعيب بيأدي بشكل كويس لكن لعيب ميديوكر في الاخر، مش لعيب مؤثر بشكل كبير. محسن متولي ليه ابس اند داونز بعامل السن، فبالنسبه لي دول اهم اتنين لعيبه. حميد احداد بيسجل طول الفتره اللي فاتت، وبالنسبه لي هو من اهم اللعيبه، مش بس الفتره بتاعه، بس برضه مش عايزين نقول اهم لعيبه من غير ما نقول طب حلها ايه، يعني ازاي نقدر نوقفهم، ازاي نقدر، او اللي هيدافع عليهم، او اللي هيبقى فيه بشكل كبير مطالب منه انه يقابله في نص الملعب او يقابله في على الطرف، المفروض يعمل هو ايه؟ للاسف عمل علينا ماتش كويس، ماتش السوبر للاسف عمل ماتش كويس، ولكن الفكره كلها ان دايما انت كمدير فني كموسيماني، وموسيماني واحد من اهم المديرين الفنيين في افريقيا اللي بتعرف تذاكر. نعم. فانت خلاص بقى عندك ريفرنس للجيم ده، مهما انت اتفرجت على فرقه الرجاء في ماتشات تانية مع مدربين تانيين تبقى الظروف مختلفه، لكن انا الريفرنس بتاعي هيفضل انا الراجل ده لعبني ازاي، او الفرقه دي لعبتني ازاي في ماتش السوبر، حتى لو المكان المدير الفني مش هو هنا. نعم. كان فيلموتس اللي بيلعب هنا، رشيد التوسي، لكن التوسي بالنسبه لي برضو هيفضل الاهم ريفرنس بالنسبه له للنادي الاهلي، مش الماتشات الاخيره قد مباراه السوبر، لان مباراه السوبر فرقة الرجاء عملت جيم كويس قوي، فهيفضل ده الريفرنس بالنسبه له، ان هو عايز يرجع. انت تبني حساباتك على احسن حاله. صح بالظبط. خلينا ناخد من كلامك وتغيير المدير الفني ورشيد التوسي، واشوف كابتن ايمن انت بتشوف مدير فني بيجي بعد فتره غياب كان في اكاديميه المغرب وبيقود الفريق في 6 مباريات، بيفوز في 5 مباريات وبيهزم في مباراه، شايف ده تاثيره ايجابي على الفريق لان نتائجه 5 مباريات من 6 بالظبط بالنسبه للتوسي؟ هو في نقطتين عايزين ناخد، بس مباراه السوبر في عنصرين مهمين جدا كانوا غايبين او هيغيبوا عن الرجاء، عبد الله حفيظي ومحمود بن حليب اللي هم مشوا من الفريق بالظبط، فدول عنصرين مهمين جدا كانوا في 4-2-3-1، ودول اللي كانوا عاملين الشكل الهجومي القوي جدا للمغرب او الفريق المغربي قدام الاهلي في مباراه السوبر. انا شايف ان الـ ان الـ ان التحول اللي حصل للرجاء في بطوله افريقيا او في دوري ابطال افريقيا، خصوصا في الماتشين الاخرانيين بعد اقاله مارك فيلموتس، هو طبعا بدا رشيد التوسي قدام حريه كوناكري لعب بنفس الفكره 4-4-1-1 او 4-2-3-1 على حسب الشكل اللي هو كان موجود، لكن لما اتغلب 2-1 هناك كل نتائجه طبعا متقاربه، هو ما عندوش لا بيكسب كبير قوي بالزبط. او بيتغلب بشكل كبير جدا، هو دايما بيكسب 1 أو 2-1، مش ده يخوف يعني الفرقه اللي بتبقى تلعب على المسوجر دي بتبقى بتبقى فرق يعني انا بتصور لو انت اب اند داون وفرق كبير بتبقى الامور مختلفه، انما لما تبقى فرقه بتلعب على المسوجر كده بتبقى صعبه شويه. انا شايف بقى التحول المهم بالنسبه لي بالنسبه للرجاء واللي هيخليه منافس صعب مواجهته هي فكره تحويل السيستم اللعب لثلاثه، انك انت بتبتدي تلعب 3-4-3 3-4-3 مع انك انت بتاخر حتى في مباراه وفاق سطيف في اللي اتلعبت في المغرب
ما كانوش هم مهتمين قوي بالاستحواذ او مهتمين قوي ان هم يمتلكوا الكوره او ان هم يشتغلوا كتير على الكوره، معتمدين اكتر على التحولات. وتغيير كمان مركز احداد من طرف ملعب لراس حربه صريح على حساب كابونجا، ده مديلك يعني بناء الكابونجا حطه طرف ولا لا لا طلعه بره خالص، طلعه بره خالص. فبيلعب فبارس فبس بس دي ممكن تحد من امكانيات احمدي احداد بتهيألي. هو بيلعب طرف حتى لما كان موجود في مصر كان بيلعب طرف. ايوه ما هو ابتدى يلعب بقى دلوقتي كراس حربه في الماتشين دول تحديدا. في الماتشين دول لعب راس حربه قدام فاق سطيف وقدام امازون. التغيير سيستم اللعب يا كابتن هيثم ابو حميد، تغيير سيستم اللعب وانك انت تلعب من 4 ل 3، انت بتغير مناطق الاستحواذ بتاعتك من مكان لمكان. برافو. وبتبتدي تخلي المنافس خصوصا بقى بره ارضك، انت بتتكلم بقى احنا بنلعب في ماتش القاهره، انك انت مش محتاج تفكر كتير قوي انك انت هتضغط على الاهلي من قدام، لا بالعكس انت هترجع لورا اكبر قدر ممكن. الخطوره بالنسبه لي ان حميد احداد بيحب يتحرك ناحيه اليمين، الناحيه اللي فيها محسن متولي، الناحيه اللي فيها عبد الاله مدكور، اللي هو اللي فيها عندنا علي معلول اللي هي تقريبا نقطه الضعف الاساسيه عندنا في الاهلي في الفتره الاخيره، ان دايما بيحصل نوع من انواع السرحان او قله التركيز سواء في ماتشات الدوري او في ماتشات دوري ابطال افريقيا، وحصلت في اكتر من هدف، ان هتلاقي لحظه سرحان. هو مش تقصير دفاعي، احنا بنيجي نقول بيبقى الكوره بيبقى فيها لحظات تركيز، عشان كده دايما اللعيبه لما اللقطه الشهيره بتاعت شناوي بيكلم ايمن اشرف الكوره العاليه اللي بتسقط من ورا، لا اضغط التركيز او الكلام دوت. احنا واحنا في قلب الملعب او لما انا اشتغلت او يعني بقيت داخل في العملي او في الشغل العملي، كابتن ربيع حتى كان دايما بيقول لنا كده او بيكلم اللعيبه كده، لازم تكلموا بعض طول الوقت عشان خاطر تبقوا منتبهين لاي حد جاي من ورا. صحيح. فهي الكوره بتبقى لحظه ثانية. المام بتاعك حتى في الصلاة لو المام بتاعك فرق ممكن تلعب خلاص. على طول تخترق. فهي دي اللحظة اللي دايما بنتكلم فيها ونبقى خايفين منها، الجزء الأيمن عند فريق الرجاء. ولما نيجي نستعرض حتى الأهداف اللي هم جابوها، 7 أهداف اللي هم جابوها في دوري أبطال أفريقيا، هنلاقي إن 7 جايين من ناحية اليمين. يعني انت بتتكلم حتى لو ضربات ستة لو اي حاجه، هي كوره كلها جايه من ناحيه اليمين، انت ما جاتلكش حاجه من ناحيه الشمال خالص. طب يعني دي حلها ايه عندنا؟ يعني هل مثلا مطالبين بتركيز تغيير شكل اللعب ولا مجرد تركيز فقط من اللاعبين؟ مش اكتر من كده. انت في سيستم الفرق الكبيره انت خلاص انت معتاد انك انت هتلعب بهجوم شرس وهو هيلعب على التحولات. هي كل الفكره انك انت لما تيجي تقطع الكوره او لما الكوره تتخطف منك لازم تحوله او انك انت توجهه في مكان واحد، ما يحاولش ان هو يغير اللعب وليكن الشمال، ناحيه الشمال ابعده عن قوته بالظبط كده. خصوصا لو هو بقى بيلعب ناحيه، لو انت لعبت مثلا هجمت مثلا من ناحيه محمد هاني نفس الناحيه، يبقى مهم جدا 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 انك انت وانت بتدافع في المنطقه ديت انت عينك على الراجل اللي بيتحرك وراك سواء محسن متولي او عبد الاله مدكور لو كمل، خصوصا في 3 لان الموضوع هيبقى صحيح. اسهل جدا لمدكور ان هو يخترق، لان احداد متحرك هو معتمد ان احداد مش هيفضل موجود في قلب المنطقه ديت. حتى مع رشيد توصي مع مارك فيلموتس هو كان بيلجا لعدد كبير جدا من لعيبه خط الوسط ويحاول هو يحطهم في الاطراف. يعني زرده لعب في وقت من الاوقات هو عنده مشكله في الاجنحه، يعني كجناح صريح ما عندوش بالزبط. جنبين حليب وخلاص راح بالظبط. طب الارتداد دي مهمه لو يدي، لان انت قلت كلمه حلوه انا خدتها منك ان احنا هنبقى بنهاجم اكيد والطبيعي وهم بيدافعوا بيعتمدوا على المرتد. انتشارهم في الملعب شكله ايه؟ اكيد انت تابعته. الانتشار هو الشكل الاساسي بتاعهم، ان دايما وهم بنلعب في 3 4 3. احنا دلوقتي كره القدم يعني احنا دلوقتي اقرب ما تكون الى العلم الصحيح، بمعنى ان الخطط كلها بقت معروفه وبقت محفوظه. لما انت تيجي تلعب ب 3 4 3 التحركات الاجنحه بتبقى موجوده 1 أو 2، يا اما هيدخل في العمق عشان يدي الفرصه لجناح الوسط ان هو يتحرك، او العكس انه الراجل دوت يدخل في العمق اللي هو جناح الوسط مدكور ويدي فرصة. ليه محسن متولي ان هو يخترق. لكن انا بالنسبه لي اكتر حاجه بتبقى قلقاني ان يحصل كثافه معينه من راس الحربه مع محسن متولي مع عبد الاله مدكور ويبقى في اخطاء مباشره مننا. نجيب مثلا لو نيجي الهدف الاخير اللي جه في الاهلي واللي اتحسب اوف سايد، انا مش متذكر كانت مباراه اللي كان خبطت في ايمن اشرف المباراه اللي فاتت دي مباراه الاتحاد على طول. انا هو ده اللي انا خايف منه، يحصل كثافه في منطقه معينه ويحصل مثلا باص حتى ويجي يجي لك اون جول. هو ده اللي انا خايف منه، ده اكتر حاجه انا خايف منه، لان دوت نفس اللي حصل حتى في مباراتنا مع السوبر مع الرجاء. نفس الفكره، انا عبد الاله مدكور مكمل لغايه الاخر وبعد كده لما اتلعبت الكوره بالعرض جت في رجل ياسر ابراهيم وبعد كده دخل. خلينا ناخد من كلامك وروح لشريف وهو بيتكلم عن فكره الاطراف وخطوره الاطراف وخطوره حميد احداد وتحركاته على الاطراف
وعلي معلول، ودايما علي معلول كارت هجومي ما ينفعش ان انا اخسره لانه بيمثل 40% من قوه الاهلي الهجوميه. ما اقدرش طالبه بمهام دفاعيه فقط. بالظبط. بالعكس. انت بقى هنا بتميل لفكره ان بيتسو موسيماني يكمل 4-2-3-1 ولا يعود ل 3-4-3 وشايف ايه من وجهه نظرك يقدر يحل المشكله دي ان انت تطلع بكلين شيت وايضا الثغرات الدفاعيه اللي انت تقدر تحقق اهداف في القاهره؟ دايما الطريقه مش هي المهم، مش طبيعي. المهم الرقم. المهم انت بتعمل ايه جوه الملعب بالرقم ده. زي ما احنا كنا شرحنا كتير جدا فكره ان انا ممكن العب 4-2-3-1 واعمل جيم دفاعي زي ما عملت قدام سان داونز في الهوم 2-0، ابقى العب 4-2-3-1 بعمل جيم دفاعي. ممكن العب 3-4-3 اعمل جيم هجومي، ممكن العب 5-3-2 اعمل جيم هجومي، مش مهم الرقم، المهم التنفيذ. في حاجه مهمه جدا حددت معانا جزء كبير من اللي حصل في مباراه الرجاء، وهي فكره ان النادي الاهلي كان وقتها اللعيبه الاساسيين كلهم جايين من الفتره بتاعه منتخب مصر، وكان عندنا ارهاق بشكل كبير جدا من بالزبط. البطوله العربيه في توالي الماتشات، خصوصا ان لعيبه النادي الاهلي تقريبا لعبت كل الماتشات لحد يوم السبت. المباراه الثالث والرابع بالظبط. فهي كانت الدنيا برضو ممكن تكون مختلفه شويه دلوقتي، ان انت عندك 5 ايام تقدر عادي تاخد اليمين بتوعك تعمل فيهم مستشفى، تاخد يمين تانيين. انت شايف انت بتقول الناحيه البدنيه هتكون افضل، الناحيه البدنيه النهارده هتكون افضل من مباراه السوبر، فده ممكن يكون اختلاف. النقطه الثانيه والمهمه بالنسبه لي هي فكره ان انا ازاي هشتغل على الطريقه بتاعتي. دي لقطات يا ابن عشرين بعد اذنك من تمرينه الاهلي النهارده، ولسه بنجيب سيره علي معلول كان يعني الزملاء عارفين ان احنا بنتكلم عنه، ودي طبعا لقطات من ارض الملعب و يبدو التركيز على وجوه اللاعبين. اتفضل يا شريف. دلوقتي انا لما هتكلم عن 3-4-3 أو 4-2-3-1 ده مش المهم بالنسبه لي، المهم بالنسبه لي ان الكره. خليني اقول لك بس اقطع هنا في نقطه، هو انا ليه بقول لك ممكن نلعب بثالث ورا؟ عشان افضل دايما محافظ على فكره انطلاقات علي معلول. لما بيكون في حمدي بين السنتر باكس بيرحل السنتر ليفت سنتر باك يقفل شويه جبهه علي معلول، ولو لعبت بطريقه مختلفه انا هحتاج واحد من خط الوسط هو اللي يقفل ورا علي معلول. عشان اكون امين معاك، علي معلول الفتره الاخيره واضح جدا ان هو بدنيا مش في احسن حالاته، لما بيفتح سبرنت بيتاخر في مرحله الرجوع، فعشان كده انا بكلمك في النقطه دي. يسند معاه. تمام. انا برضو هرجع لنفس النقطه، هي في اربع لحظات لحظه ما انت بتهاجم بتعمل سيت بلاي، لحظه ما انت بتدافع بتعمل تحولات من دفاع للهجوم، وبعد كده التحولات. المهم بالنسبه لي اهم لحظه افتقدها النادي الاهلي في مباراه السوبر بتاعه الرجاء ترانزيشن اللي احنا لعبناها، هي فكره ان انا باخد الكوره في عدد ثواني قد ايه. هي دي النقطه المهمه بالنسبه لي، ازاي النادي الاهلي هيتحول دفاعيا وازاي النادي الاهلي هيعمل كاونتر بريس. دي اهم نقطه بالنسبه لي. النقطه دي لو انت قدرت تحافظ على فكره انه دايما الكاونتر بريس بتاعك انت واقف كويس وبتقطع في اقل عدد ثواني ممكن من اقرب نقطه ممكنه للكوره، هو ده اللي هيحد بشكل كبير جدا من المرتدات. فكره السيت بلاي انا بشوف النادي الاهلي ما عندوش مشكله كبيره جدا في لحظه السيت بلاي، النادي الاهلي عنده مشكله اكبر في لحظه الديفنسيف ترانزيشن. الترانزيشن بتاعي وانا في الجزء الديفنسيف الجزء الدفاعي انا عندي فيه مشكله كبيره. ليه؟ باخد عدد ثواني كبير جدا عشان ارجع ان بوزيشن. دي منتهى الخطوره اللي انت بتقولها. فكره الارتداد هو مش ان انا ارتد واجري على الدفاع، الفكره في ان انا برتد في مساحه عامله ازاي؟ ايه المساحات اللي انا بقفلها وانا برتد؟ طالما بقفل المساحات الصح وانا برتد وتعطيل الكوره بالظبط هيبقى دي النقطه المهمه بالنسبه لي، لكن انا برتد بجري في اماكن مش مؤثره فده بالنسبه لي بتبقى مشكله كبيره، وده اللي بيحصل الحقيقه مؤخرا. كان بقى على الطرف اليمين او الشمال، يمكن بس جزء ورا علي معلول باين اكتر، لان ممكن بعض العوامل اللي هي يمكن بدنيه وفرق السن وكذا بتفرق شويه مع كريم فؤاد او محمد هاني او اكرم توفيق لما كان موجود في عمليه ارتداد اكتر من علي معلول شويه، ولكن علي معلول بيسيب الحته دي. لكن الحقيقه ان النادي الاهلي نفسه عنده مشكله في الحتتين دول. فالمهم بالنسبه لي هو احنا هناخد كام ثانيه عشان نقدر نستعيد الكره تاني في الكاونتر بريس، خصوصا زي ما ايمن قال ان انت هتلاعب فرقه هي نازله انت عارف كويس قوي وهو عارف كويس قوي ان هو هينزل هيعمل لو بلوك ويقف ورا عشان يقفل دفاعاته بشكل كويس ويشتغل على الكاونتر اتاك. فالفكره ان الكاونتر اتاك ده هو بيتعمل بالظبط تقريبا من 10 ل 12 ثانيه، ده المعدل بتاعه العالمي اللي غالبا هياخد اكتر من كده بشويه فرقه زي فرقه الرجاء. فالمهم بالنسبه لك هو ان انت التمريره الثانيه او الثالثه في الكاونتر اتاك تكون انت اخذت الكوره او تكون انت قطعت. اكتر من كده هنبدا بقى نشوف المرتدات اللي حصلت في مباراه السوبر واللي كانت مؤثره هنبدا نشوفها تاني في مباراه القاهره، وده اللي احنا مش عايزينه يحصل. عشان كده في نقطتين مهمين جدا بالنسبه لي، النقطه الاولانيه ان لازم اليو ديانج يلعب 90 دقيقه،
ما يكونش ابدا من الاختيارات، لان هو اللي هينفذ اللي انت بتقوله. هو اللي هينفذ ده بالظبط. يعني انت بتقول وانا متخيل شكل اليو دانج، لان هو اللي عنده القدره انه يقدر يوقف حتى بفاولاته، ساعات بيدوس بفاول يوقف الكوره. هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيقدر استخلاصا للكره، بس مش ده المهم. المهم ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيقدر يقفل مساحه عرضيه. المساحه الطوليه ممكن لعيبه كتير جدا بتقدر تقفلها، لكن المساحه العرضيه هي الاهم. تاني حاجه الانتسيبيشن بتاعه عالي جدا، فكره ان انا بتوقع الكرة هتروح فين وابدا اتحرك في المساحه الصح من غير ما ابذل مجهود ويستد، مش مهم في ان انا بجري في اماكن مش مهمه. لا، هو لعيب بيعرف يجري في الاماكن المؤثره، فعشان كده بالنسبه لي هو لعيب مهم جدا في ال90 دقيقه. مش لازم ابدا يكون من خيارات الخروج حتى لو حصل على انذار، لان في نقطه مهمه جدا عند بيتسو موسيماني، وهي ان اللعيب اللي بياخد انذار دايما بيكون اولويته في الخروج. انا مهم عندي اليو ديانج حتى لو مش هيلعب المباراه الجايه، انا اهم حاجه عندي الهوم، لان انا مش بقلق على النادي الاهلي في مباراه العوده لو محقق نتيجه ايجابيه. فعشان كده بالنسبه لي مهم جدا جدا للنادي الاهلي ان اليو ديانج ما يكونش ابدا ورقه خروج. النقطه الثانيه المهمه بالنسبه لي ان حتى لو الملعب مش هيكون موجود فيه عمرو السوليه، المسطره بتاعه خط النص طبعا في مصر، حتى لو الملعب مش هيكون فيه عمرو السوليه، اهم حاجه ان الملعب يكون فيه اليو ديانج وحمدي فتحي. علشان كده انا بقول لك ان هو بنسبه كبيره هيميل ل 3 4 3. كمل كلامك. علشان كده انا عايز اروح لايمن عشان يبقى يعني تمام. يقول رايه في الكلام اللي احنا قلناه عشان ما يبقاش وان سايد توكس. ايه الفكره في ان احنا ازاي هنعمل الكاونتر بريس، او احنا هنقدر ازاي ناخد الكوره من اقرب نقطه ممكنه؟ طب انت رايك ايه ايمن؟ يعني هل شايف ان الترانزيشن عندنا في ازمه بالذات من الهجوم للدفاع، وازاي نقدر نملى المساحات زي ما قال شريف في الارتداد؟ هو الموضوع بالنسبه لنا مش موجود في او الازمه مش موجوده في خط النص. هي المشكلة عندنا لو انت تيجي تبص على الحركة بتاعت بعض اللعيبة، مش عايز اسمي المهاجمة، اول ما بيفقدوا الكورة بتشوف حركتهم بتبقى عاملة ازاي. احنا المفترض في لحظة فقد الكورة زي ما شريف قال، اللعيبة كلها من مكان فقد الكورة بيبتدي يحصل عملية ضغط. حتى لو انا اللي اتقطعت مني الكورة وملحقتش، المفترض اقرب واحد ليا لو انا مثلا سي مثلا جناح اتقطعت مني الكوره، فهي راس الحربه اللي هو قريب مني هيبتدي يغطي على زميلي، والتاني بيبتدي يعمل عمليه تبادل الاماكن، وبعد كده نبتدي نشتغل بالظبط كده. بالظبط. لكن احنا عندنا المشكله بتبدا اصلا فين؟ بتبدا اصلا من عند المجموعه الهجوميه. المجموعه الهجوميه عندنا بمجرد ما بتفقد الكوره بتحصل بعض الرياكشنات اللي هي بتدل على الامتعاض، او ان انا متضايق ان الفرصه فاتت، فمفيش وقت. مفيش وقت، لازم اوقف الكوره عشان انا بخف، انا اول خط دفاعي. بالظبط كده. فبتحصل المشكله في النقطه ديت، بعد كده هو بتنتقل لخط الوسط، وبعد كده بتنتقل لخط الدفاع. في الوقت اللي انت بتبقى بتكون فارد فيه كل اسلحتك الهجوميه، فبتحصل او بتتعاظم فكره ان الترانزيشنز عندك من الاوفنسيف للديفنسيف بتبقى فيها مشكله. بالنسبه لفكره خطه اللعب اللي اسامه كان بيتكلم فيها دلوقتي، لا انا شايف ان هو لو لعب 4 2 هتكون افضل، مع تكليف ديانج ان هو يلعب زي في بعض الاوقات ما كان بيلعب، انه دايما كانه وكانه ليفت باك. بمعنى ايه؟ ان انا دايما طول الوقت اول ما علي معلول هيبتدي يتحرك، انا بغطي المساحه دي، انا مغطي المساحه دي عشان خاطر ابقى طول الوقت انا عندي فرصه ان انا وهو بيلعب 3 4 3، فانا ما عنديش فرصه ان انا العب بنفس السيستم بتاعه. صحيح. خصوصا هو بيلعب لو بلوك. لو صحيح. لعب لو بلوك و3 4 3 المساحات عندي هتبقى ضيقه جدا. هتبقى محتاج، هتضيع وقت كتير. صحيح. هتضيع وقت كتير لانك انت الخطط ده في المقابل، معلش انا عايز اقول لك، هيبقى عندك مساحات في ظهرك اكتر. بالظبط. يعني انت بتضطر تضغط بكل خطوطك، وهيبقى عندك مساحات في نص ملعبك لو حصل ارتداد، وهتفرش الملعب. هتفرش عرض الملعب تماما. لكن انا شايف عمليه الترحيل العكسيه هي دي اللي هي اللي دي مع وجود اليو ديانج في المنطقه دي اللي يعني هتقفل عليهم بشكل كبير، عليه طبعا. او هتقلل جدا 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 من العيوب اللي حصلت. حراسه المرمى، خلينا نتكلم في حراسه المرمى، اخبارهم ايه؟ الزنتي كان بيتكلم معايا شريف قبل الهوا، بيقول لي ان هو عنده دايما حاجه، مشكله كبيره جدا، هي فكره الفولو. لما بيتشاط عليه الكوره بيحصل الفولو، دايما بياخد الكوره على مرتين، فالفولو بالنسبه له او عليه بيبقى خطر جدا. طب ممكن سجلنا هدف السوبر بالطريقه دي مع بيرسي. طب كررت الاخطاء دي، يعني اخطاء مكرره منه ده حقيقي لمستوها. طب والكور العرضيه؟ الكرات العرضيه بالنسبه لهم هو الترنات اكتر هو اللي فيها مشكله، رغم ان هم عندهم اطوال كبيره جدا، عندهم دهودي 190 سنتي، عندهم جمال هركاس 187، الياس حداد بيجيله العاب الهواء سواء في الجانب الدفاعي او في الجانب الهجومي. بس احنا عايزين ندي نوع من انواع التفاؤل كده، عايزين يعني يكون معانا اثنين اقوياء في التحليل اداء، وما يقولوش على ثغرات الدفاعيه لفريق الرجاء. يعني انا ازاي اسجل في الرجاء، ازاي اكسب في الرجاء،
على الجانب الهجومي انا بشوف ان يعني الكرات الثابته لازم نتجنبها بشكل كبير جدا، لانهم بيجيدوا الكرات الثابته كفرق شمال افريقيا، ويمكن حتى هرقاس مسجل الهدف في الدقيقه 90 في مباراه الكاس. انا بقى على الجانب الدفاعي، ثغرات فريق الرجاء على مستوى الافراد وعلى مستوى التنظيم الدفاعي. بالنسبه لنا تبادل الاماكن كتير ده هيربك جدا جدا جدا، وتمركز محمد شريف لو ابتدي محمد شريف راس حربه ما ينفعش انه يسلم نفسه في العمق، دايما يجي يتحرك او ياخد دايما الكره من وضع الحركه. لو اخدت بالك في الجون بتاع التعادل بتاعنا في مباراه السوبر هتلاقي محمد شريف طالع لغايه بره خالص ومستني لغايه ما معلول مكمل معاه، وبعد كده ابتدى يعمل الكره العرضيه. فتبادل كان قفشه فين؟ كان قفشه هو اللي موجود في عمق الملعب او في صانع لعب، وهو داخل 18. في منطقه راس الحرب. التحرك من غير كوره مهم اكتر من التحرك بالظبط، انك انت ما يبقاش فيه المركزيه ما تبقاش موجوده قوي، مسلم نفسك المدافعين بالظبط كده، لازم انت تتحرك، لان هم عندهم مشكله كبيره جدا في الترنت في التحركات، انك انت واحد على واحد عندهم مشكله. ده طبعا راجع لعنصر الطول، احيانا بيفرق كتير جدا في عنصر الرشاقه، فده اللي ممكن يعمل لهم مشكله. انا مش قلقان، لان انا حتى لو انا كسبت واحد انا مش قلقان، لان فريق الرجاء مش الفريق المزعج او يعني لا بس خليني اقول لك حاجه اللي يضايقني في مباراه العوده. لا في دور المجموعات فريق الرجاء في كل مباراه في دور المجموعات سجل هدف، بس نشوف الفرق برضو اللي معايا احمد. يعني انت بتتكلم على وفاق سطيف اللي هو فريق اغلبي وعناصر شابه، هو اللي طالع التاني. يعني انا بنتكلم على الحريه كوناكري، او بنتكلم على مازول ما عندوش خبرات، او فريق ما عندوش خبرات. مش شايف ان يعني مفيش اختبار حقيقي. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه على المستوى الشخصي دايما لما باجي بقول ان دوري ابطال افريقيا بالنسبه لي انا كايمن على مدار متابعه كام سنه او اكتر من 12 سنه بيبتدي بالنسبه لي من الدور قبل النهائي. انا بتكلم ان في فرق معروف انها في افريقيا انها قويه جدا، اهلي، ترجي، سان داونز، وداد. وداد خلينا نختلف معاك عشان احنا قابلنا سان داونز اخطر فريق في افريقيا في دور الثمانيه في المرتين اللي فاتوا. لا ما انا بتكلم على الفرق ديت. يعني انت لو انت سيء الحظ هتقابل حد من الفرق ديت في دور الثمانيه، لكن انا بتكلم على اقوى اربع فرق بفار يعني عن اي حد تاني هم الاربع فرق دول. حتى مازيمبي اللي كان موجود في فتره من فترات دلوقتي بقى له اكتر من سنه موجود في الكونفدراليه. فانا بالنسبه لي ما بحبش الاوفر ثينكينج قوي، او ان انا اقعد اتحمس قوي للفريق اللي قدامي، او ان انا اقعد اعمل له حساب قوي. لا انا لازم اكون انا كمان حاسس بشخصيتي وحاسس بقيمتي وابتدي العب السهل والمظبوط، لان زي ما بقول لك كره القدم تكاد تكون علم صحيح. طول ما انت بتتحرك مظبوط، طول ما انت بتفتح المساحات مظبوط، طول ما انت بتضغط على المنافس مظبوط، انت ما عندكش مشكله تستغل الضربات الثابته بشكل مظبوط، مش هيبقى عندك مشكله. لان انت في الاول وفي الاخر انت في فروقات فرديه، اول ما انت بتستغل الفروقات الفرديه ديت وبتلعب بشكل حقيقي وبشكل نموذجي الموضوع بيبقى بالنسبه لك سهل. حتى لو انت كسبت 1-0، حتى لو انت كسبت 1-0 اكمل من الماتشات. مباراه احنا لسه كان بنتكلم على مباراه سان داونز اللي شريف اتكلم فيها، في مباراه اللي هم احنا كسبنا 2-0 واحنا تعادلنا هناك 1-1 وكنا افضل كمان في مباراه العوده، وكنا سيئين جدا. المهم اننا نحافظ على نظافه شباكنا بالظبط، هو ده بالنسبه لي المهم. لان انا العنصر المهم جدا 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 اللي انا قلق منه في ماتشات الاهلي افريقيا او حتى محليا هو عنصر التحكيم. ولحسن الحظ الحمد لله ان هم قرروا ان هم يضعوا الفار تقنية في الفيديو. تقنيه الفار في دور الثمانيه دي اكتر حاجه تقلقني في المباراه ان شاء الله باذن الله بعد بكره. تمام شريف، بقى قول لنا يعني ايمن اتكلم عن فكره ان انت تحافظ على نظافه شباكك، انت شايف اهم الثغرات في خطوط الدفاعيه على المستوى الفردي وعلى مستوى التنظيم من وجهه نظرك؟ ازاي الاهلي يقدر يسجل؟ الاهلي يقدر يسجل من اماكن كتير، يعني في كذا مكان في الملعب عند فرقه الرجاء نقدر نستغله. اولا المنطقه اللي في ظهر شبيره الباك ليفت، انت معاك حالات؟ معانا حالات نقدر نتفرج عليها. المنطقه اللي في ظهر شبيره ممكن نعرضها. المنطقه اللي في ظهر شبيره دي منطقه بالنسبه لي مهمه جدا النادي الاهلي يقدر يشتغل عليها، عشان كده وجود حد من الاثنين كريم فؤاد او محمد هاني بالنسبه لي لازم يكون مكلف بادوار هجوميه، لان شبيره واحد من اقل، يعني لو احنا اتفرجنا على الثمان فرق اللي وصلت النوك اوت ستيج، لا شبيره اقل باك ليفت موجود في الثمان فرق. دي الحاله يا شريف، دي الحالات اللي موجوده معانا. الجزء بتاع الترنات بتاع الثلاث مدافعين كان هدهودي او حداد او سكر او حركاس، الثلاثه عندهم مشكله كبيره جدا في الطول وفي الترنات. دي لقطه مهمه هنروح نمشي الصور. دي اللقطه دي بقى فيها نقطتين مهمين جدا، النقطه الاولانيه هي نقطه الترنات، والنقطه الثانيه هي نقطه زنيتي اللي كان مصاب طول الفتره اللي فاتت. بس غالبا هيرجع يلعب اساسي لانه لعب مباراه الكاس اللي فاتت. فكان تقريبا بيتحضر لمباراه الاهلي، فهنلاقي مشكله هنا برده. نفس الكلام ده الجول، يعني كانك بتتفرج على الجول بتاع محمد شريف بالظبط. النقله اللي بعدها الراجل بيستلم وبيعدي بنفس الطريقه هي لكن بيسجل هو بنفسه يعني.
لو رحنا للقطات الدفاعيه اللي بعدها هنلاقي تقريبا كل يعني كلها برده هنا ده تقريبا برده جول محمد شريف. عشان كده مهم جدا فكره الدراسه. هنا الراجل المفروض انه ما يكونش عنده مساحه لا للتمرير ولا ان هو يعمل دريبلينج. لا الراجل بيعمل دريبلينج عادي وبيرقص على الرجل الثابت. دي حاله من الحالات الهجوميه لفرقه الرجاء، وهي ازاي نادر فرقه الرجاء بتفضي دايما المساحه علشان تلعب عند محسن متولي وعند مدكور. فدي من الحالات الجبهه اليمنى ليهم. الجبهه اليمنى ليهم اللي هي الجبهه المؤثره، وللاسف الرجاء احرز هدف منها في مباراه السوبر. ده تقريبا برده نفس يعني نفس الكيس. فعشان كده الكلمه اللي قالها ايمن انا بالنسبه لي هي كلمه مهمه جدا تفرق بعد كده مع المدربين ومع الناس اللي بتشتغل في الكوره، وهي فكره ان الكوره مش علم صحيح، مش فيزياء، مش كيمياء، مش علم صحيح، ولكن هي اقرب للعلم الصحيح. ان احنا النهارده بقينا بنحاول نحول كل حاجه بتحصل في الملعب لعلم، لان في الاخر افكار اللعيبه ما بتتغيرش. عشان كده لما بنتكلم على حالات فنيه وبتتكرر، هي دي السؤال اللي ساله كابتن هيثم في الاول، هل ده حاجه بتتكرر؟ ما ينفعش اتكلم على مشكله مش باترن، ما ينفعش اجيب حاله حصلت بشكل استثنائي واقول ان دي مشكله. لا انا عايز مشكله بتتكرر. صحيح. وما ينفعش اتكلم عن ميزه حصلت مره واحده واقول دي ميزتهم، لا انا عايز برضو ميزه بتتكرر. فعشان كده الجزء بتاع الترنات مهم جدا، وده هيودينا لنقطه مهمه جدا، وهي فكره ان بالنسبه لي احمد عبد القادر زي اليو ديانج بالظبط، لا مساس بالظبط، لا مساس باحمد عبد القادر 90 دقيقه كاملين بكره وبيرسي تاو. بس انا بالنسبه لي عبد القادر اكتر، لان عبد القادر لعيب بيقدر يشتغل على الترنات بشكل مميز قوي، عملها كتير جدا. انا مش عايز اذكر اهداف او اذكر لقطات، بس عملها كتير جدا والناس عارفاها كتير قوي. فكره ان اللاعب دايما اللي بيقدر يرقص على الثابته زي ما بنقول كده. انا مش بقول لك بيرسي تاو مكان عبد القادر، انا بقول لك ممكن الاثنين. الاثنين كده كده بالنسبه لي بقى. لو احنا هنتكلم زي ما ناخد عفوا شريف يعني. لو هناخد على اشبيره اللي هو باك الشمال، انا عايز حد يكون بيلعب برجله الشمال في ناحيه ناحيه اليمين بتاعتنا اللي هي الشمال بتاعت شبيره. عشان خاطر اقدر اشتغل عليه بشكل كويس. وهنا هو بيقودني للكلام، مفيش عندي الا ميكسوني هو ده يعني اكتر واحد اللي ممكن شايفه ممكن يكون مفاجاه. صحيح. للرجاء، لانك انت عايز تفاجئ الرجاء بحد معين يكون في نفس الحاله. دي حالات ايمن. دي الفكره الاساسيه اللي احنا بنتكلم في 3-4-3 زي ما انا كنت بقول ان الكوره اصبحت تكاد تكون علم صحيح. فاحنا بنحاول نوضح واحنا قاعدين مثلا بنتكلم مع اللعيبه، انا عايز اشرح لهم قبل ما اوريهم الحالات انت بتتكلم في ايه. الفريق دوت هيلعب هيغطي او لما يجي يهاجم هيهاجم ازاي، الرباعي بتاعه هيفرش عرض الملعب، محسن متولي هيكون موجود، ده مثلا ده في الحاله الدفاعيه. ده في الحاله الدفاعيه ان هو هيرجع لغايه قبل او على قوس قوس ال 18 لا مش ال 18 اللي هي دايره نص الملعب بالظبط كده. ممكن يروح تلاقي حميد احتاد بيروح يلعب على الارتكاز سواء حمدي فتحي او عمرو السوليه او اليو ديانج اللي موجود في المنطقه ديت عشان خاطر يعمل كثافه دفاعيه موجوده في عمق الملعب ورا، ويسيب قلبين الدفاع هم اللي يبنوا في ده في الشق الدفاعي، ويحاول يقسم الملعب بالطول عشان خاطر يوجه اللعب في منطقه واحده، وهو هيحاول يوجه اللعب في الناحيه اللي فيها عبد الله مدكور ومحسن متولي عشان ما يروحش لشبيره اللي هو نقطه الضعف الاساسيه. طب في الشق الهجومي هيعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده، هو برضو انت عندك التحركات بتاعه لا دي كان ده الشغل بتاع 4-4-1-1 في مباراه حرايه كوناكري. اللي هو كان ابتدى كان بيلعب حميد احداد و كابونجا كراس حربه. لكن لو هنرجع بس للصور الخاصه ب 3-4-3 هنلاقي ان محسن متولي وحميد احداد وعبد الاله مدكور. الصوره اللي بعديها هتلاقي الثلاثه دول هيتحركوا في الجنب اليمين، ده في الشق الدفاعي. الصوره الاخيره بقى هتلاقي ايوه هي دي الصوره، لا مش دي، دي اربعه. يعني في صوره موجوده هنا اهوت عندنا اللي هي الصوره اللي بتتكلم في الشق الهجومي في 3-4-3، هتلاقي محسن متولي موجود في الجنب اليمين بيدخل في العمق بيدي لعبد الله مدكور فرصه ان هو يتحرك، وفي نفس الوقت محسن متولي بيتحرك من العمق عكس اتجاه حميد احداد عشان خاطر حميد احداد ياخد السنتر باك او القلب الدفاع المكلف برقابته لبره الملعب، ويجي محسن متولي من وضع الحركه في مساحه فاضيه عشان خاطر. عايز اقول لك ان انت ما شاء الله يعني خليتونا انتوا الاثنين نتحط في اجواء المباراه، احنا اتشوقنا للمباراه. بشكركم شكرا جزيلا ايمن. انا بس قبل ما نشكرك يا كابتن يعني ايه، بما اننا اتكلمنا قول لي التشكيل الافضل بالنسبه لك للنادي الاهلي، وبرده شريف يقول التشكيل الافضل بالنسبه له عشان هنلتقي بعد كده ان شاء الله نشوف توقعات حضراتكم. التشكيل بالنسبه لي نلعب افضل تشكيل ممكن الاهلي يلعب بيه، افضل نظرك. تشكيل بالنسبه لي نلعب بيه هيبقى هنلعب بثلاثة من تحت. عبد المنعم وايمن وحمدي، تمام. ونلعب باربعه هيكون قفشه واليو ديانج وبيرسي تاو و
علي معلول. تمام. ثلاثة. والثلاثة اللي قدام، لا بيرسي تاو مع الثلاثة اللي قدام، كريم فؤاد أو محمد هاني. الثلاثة اللي قدام هيكون بيرسي تاو وحسام حسن. وحسام حسن. وحسام حسن. وأحمد عبد القادر. لأن أنا بالنسبة لي فرقة الرجاء إحنا لعبناها بمحمد شريف ولعبناها بيرسي تاو مهاجم في بداية لقاء السوبر. خلينا ناخد وأنا اتفرجت على ماتشات كتير. أنا نوعية المهاجم اللي من محمد شريف أو بيرسي تاو أنا مش شايف إن هو يكون إفكتيف بشكل كبير مع نوعية الثلاث لعيبة اللي موجودين. أنا عايز اللعيب اللي بيلعب سنترال في النادي الأهلي يكون عنده القوة البدنية، لأن هو مش هيكون عنده المساحة لعملية الترنات والتصويب. خلينا نقول عنده مساحة أكتر. خلينا نشوف أيمن سرحان. خلي بالك أيمن سرحان وقعد بيفكر كده وخد وقت في السؤال شوية غيرك. لا ونتكلم عن حسام حسن غايب فترة طويلة وفي نقطة معينة، في نقطة معينة مهمة جدا. يمكن برضو لما الواحد دخل في الأجواء العملية بنتكلم في نقطه ان الحاله الفنيه بتاعه اللاعب، الحاله دلوقتي بتسمح ولا لا، حتى حالته في التدريبات، مش بس حالته في الماتشات، حالته في التدريبات مهمه او كويسه هقدر ادفع بيه ولا لا. مش فكره بس ان انا بشوف ان اللاعب دوت امكانياته في المطلق تسمح ان هو يلعب في الماتش ولا لا، لا انا بتكلم على امكانياته في اللحظه دي. حسام حسن راس حربه كويس جدا، لكن امكانياته في اللحظه دي او حالته الفنيه في اللحظه دي هل تسمح ان هو يلعب ماتش كبير زي دوت من البدايه ولا لا؟ انا بالنسبه لي انا هلعب 4 2 3 1 بشكل طبيعي جدا. طبعا ياسر ابراهيم لان ده اهم مدافع في الاهلي الفتره الاخيره مع محمد عبد المنعم. هلعب باك يمين محمد هاني لو جاهز طبعا، باك شمال علي معلول، اليو ديانج وعمرو السوليه الاثنين المحاور في عمق الملعب، وهخلي حمدي فتحي للشوط الثاني، وهلعب بثلاثه ميكسوني واحمد عبد القادر و افشا مضطر ان مفيش افشا مفيش بديل يعني بالنسبه لي، لازم واحد يكون بيتحرك كتير في المنطقه ديت وفي راس الحربه محمد شريف. ده بالنسبه لي هيكون مهم جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتنا. انا سعيد جدا كنت موجود معاك النهارده يا كابتن هيثم، وزي ما قلت لك طبعا حبيبي ابو حميد ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. شرفتني واستمتعت بتحليلكم بامانه، حاجه جميله جدا. اتمنى ان شاء الله نلتقي الاهلي فايز باذن الله ان شاء الله. شرفتونا ونتمنى يعني باذن الله التوفيق والفوز لنا الاهلي. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان ننتقل لالعاب الصالات بقى، وننتقل مع الفريق اللي حقق انجاز كبير الكره الطائره سيدات، كابتن حمدي الصافي وآية الشامي، ولكن بعد الفاصل. سيدات الذهب، وفي الطائره صنعت البطولات من اجل ان يقتنيها سيدات الذهب. لما نتكلم عن سيدات الذهب هنبقى عارفين ان 27 دوري على التوالي لما بتخفق في بطوله بيكون لخطا اداري، لكن من سيدات الذهب بيكون قائد يتحط اسمه كأحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر، مش في النادي الأهلي فقط لغير. يعني لو تعرف إن معلومة 1931 كرة الطائرة بدأت من 5 لاعبين من كرة القدم في النادي الأهلي على رأسهم مختار التتش، اسم عظيم كبير، لازم تقول أيضا اسم حمدي الصافي، اسم عظيم كبير. أهلا بيك كابتن حمدي، فخور جدا وإن أنا موجود مع حضرتك ومع كابتن هيثم وكابتن آية الشامي احد اهم لاعبات سيدات الذهب. ربنا يخليك، الكلام ده كبير عليا قوي يعني. حضرتك تستحقه بمنتهى الامانه. ربنا يخليك والله، يعني انا مبسوط جدا النهارده ان انا موجود معاكم. طبعا كل سنه وانتم طيبين من الاول. طيب. شهر رمضان الكريم، ومبسوط اكتر ان احنا دايما بنبقى موجودين معاكم واحنا بنحقق انجازات للنادي الاهلي، ومفرحين جمهور النادي الاهلي ومفرحين مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه ده مش حمدي الصافي بس، لا ده مجهود لاعبات عظام معانا، الفريق كامل، فريق يعني السكواد بتاعنا ما شاء الله عليه، يعني حاجه عظمه كلها. لو جبت القايمه كلها جهاز فني محترم جدا على اعلى مستوى، انا اخر واحد في المنظومه دي موجود. يعني ده مش غريب عليك التواضع يعني من سماتك، والف مبروك وبرحب بآية الشامي، احسن ضاربه في افريقيا واحسن لاعبه كمان. انا لسه اكمل كمان ومن احد اعمده الفريق، منورانا ومشرفانا. ميرسي، ربنا يخليك كابتن هيثم. كل سنه وانت طيبه، والف مليون مليون مبروك الجمع بين البطولتين، ولسه عندنا الله. الحمد لله. الله يبارك فيك. بالنسبه للسيدات الذهب الدوري والكاس طبعا. طبيعي جدا كابتن حمدي. اجل حضرتك يمكن كان موسم صعب جدا، بس قبل ما نروح للموسم احب اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، النهارده عيد ميلادك، واحنا بنشكرك ان حضرتك يعني فضلت ان تكون معانا النهارده في عيد ميلادك، ودي حاجه كبيره وسام على صدرنا كل القناه. شرف بيها بالتاكيد، ده حقيقي. بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين طبعا، وليا الشرف ان انا موجود معاكم يوم عيد ميلادي ومع جمهور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. يعني كل سنه وحضرتك طيب. بطولات وصحه وسعاده ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. نروح للموسم، كان موسم طويل، خرجت من موسم كورونا اللي كان كله يعني مطبات وامور غير منتظمه بالكامل. دخلنا على هذا الموسم عايزين نتكلم عن الصعاب. الصعاب
اللي قابلتك السنة دي وإزاي تغلبت عليها؟ الحقيقة طبعا فترة كورونا دي يعني احنا بنعاني من أثارها لحد دلوقتي الحقيقة، يعني فترة كانت صعبة جدا بنعاني من أثارها. ابتدينا خلصنا موسم الكورونا بعد التوقف، ابتدينا الموسم دوت برضه. معلش يا كابتن اسف، دي صوره طبعا على الخلفيه، هابي بيرثي داي كابتن حمدي صافي وكل على فكره كل فريق العمل وفريق العمل وكل كنترول يعني حاجه عظيمه جدا. على فكره دي احسن صوره الحقيقه انا احبها لحضرتك. ليه؟ لان انت في الملعب هادي ومهما تغيرت الامور المباراه ومهما تصعدت ونزلت اب اند داون دايما محتفظ بهدوءك، وده بيتنقل للاعبات وايه بتايدني في نفس الكلام. لا انا عايز اقول حاجه لكابتن حمدي، انا اتكلمت مع كابتن ميلو مصلحي قلت له انت زملت كابتن حمدي وكنت جير العظيم جدا، اهم سمات كابتن حمدي، قال لي هادي جدا. قلت له مفيش مره اتعصب، قال لي مره واحده في 2003 نهائي البطوله كنت بتلعبه امام فريق التونسي وكابتن ميلو استقبل الاستقبال، خسرنا النقطه ولقيت فجاه كابتن حمدي صافي يا ميدو البطوله دي مش هنخسرها، كان الملعب الصاله متقفله فعلا. فاشمعنى 2003 وتحديدا الموقف ده؟ هل كان في بعض الكلام عن احتراف حضرتك في الفتره دي او حاجه كنت عايز تسيب بطوله قبل ما تاخد مشوار الاحتراف؟ يعني ايه سبب العصبيه في البطوله؟ لا هو البطوله ديت كانت صاله مقفوله وكان منافس فريق تونس، وكان فرقه تونس كانت متفوقه علينا في الفتره الاخيره شويه، فكنا حابين ان احنا نفرح الجمهور دوت، وكنا شايلين هم الناس ديت ان احنا نخسر وسط ملعبنا وسط ارضنا، وكنا راكبين الماتش تماما والماتش كان ابتدى يتقلب، فنوع من العصبيه بسيطه. بس انا عامه يعني هادي حتى لو مع البنات، يعني مهما كنا خسرانين بفرق كبير بيبصوا لي، حتى ايه الشامي تفتكر الكلام ده على طول، لو احنا خسرانين فرق كبير يبصوا لي، فانا لان انا عندي ثقه في فرقتنا، انا يعني عندي ثقه كبيره في فرقتنا ان الفرقه ديت تقدر تعوض مع اي حد في اي وقت باي فرق سكور، وده حصل في السنه دي مرتين. صحيح. كان في رومونتادا في ماتش سبورتنج، كان في ماتش السيد فرق بتاع 10 بونت، ده صعب جدا في اي في الكره الطايره ان انت تعوض 10 بونت، دي صعبه جدا الحمد لله. كان في بدايه الشوط يعني في البدايه كمان، انت مش في النهايه. فالحقيقه عندي ثقه كبيره فيهم، وعندي ثقه في الكره الطايره بتاعتهم وتمرينهم وتركيزهم، لما بيركزوا الموضوع بالنسبه لهم بيبقى سهل، ويقدروا يعوضوا ويقدروا يكسبوا اي حد. طب ايه يمكن اجيلك برضو، يعني انت كعنصر من عناصر الفريق وعمدة الفريق اكيد كان موسم صعب، واكيد المكسب ما بيجيش من فراغ. يعني زي ما سالت كابتن حمدي الصافي ايه الصعوبات وايه الامور اللي مرت بيكوا، ايه السنه دي كانت اكتر العقبات اللي كانت في طريقكم؟ هو عامه احنا السيزون بالنسبه لنا بيكون صعب جدا، احنا من اكتر الفرق يمكن في النادي بتتمرن تمريننا على طول، ودايما بيبقى عندنا التركيز لازم قوي عشان احنا واخدين الحمد لله البطولات، فالحفاظ عليها بيكون اصعب بكتير طبعا، فدايما تركيزنا بيكون اكتر يعني. فسيستم التمرين، التمرين كل يوم، احنا تقريبا بنريح يوم في الاسبوع من قبل الماتشات بكتير قوي، فده بيبقى فعلا مجهود علينا كتير قوي وعلى الجهاز طبعا. بس يعني الحمد لله قدرنا يعني ان احنا نوصل للي احنا عايزينه. انت على المستوى الشخصي ايه اللي قابلك من صعوبات؟ انت السؤال يعني كان يعني انا عايز اعرف ايه انت على مستواك الشخصي عشان تقدمي المستوى ده، ايه الصعوبات؟ لا انا صعوبات ان انا اتكسرت، انا كنت مكسور، ما تضحكش يعني، ده صعوبات بسيطه قوي. انا كنت مكسوره الله يسلمك. جايه مصابه اساسا؟ لا لا ما هو انا يعني كنت مكسوره في تقريبا في الدور الاول، اتكسرت صباعي اتكسر، وكنت بقى واصل ان انا مفروض هعمل عمليه وحاجات كده، وكان موضوع كبير يعني، فكان بالنسبه لي ده صعب قوي ان انا ارجع تاني والعب، وكنت خلاص شبه يعني خلاص ان انا هقعد ومش هلعب الموسم. كان خلص بالنسبه لي، تحدي صعب جدا يعني بصراحه. بس وابتدينا بقى ننزل تاني، اتكلموا معايا بصراحه الجهاز، اتكلموا معايا ان انا يعني قالوا لي ان يعني انزلي واتمرني وشوفي هتقدري ولا لا وما اعرفش ايه وكده. فانا الحمد لله لما نزلت في الاول بصراحه الموضوع كان بالنسبه لي يعني شايفه ان هو لا مش حقيقي، مش هينفع، عشان خاصه الكسر كان في ايدك اليمين. لا في الشمال. المره دي كان في الشمال، هو ده اللي كان في كسر قديم كان قبلي. ايوه ده اللي كان مخليني شويه ان انا لا ممكن اكمل يعني. فعقبال بقى ما نزلت وان انا عشان ارجع لمستوايا كمان الموضوع كان اصعب، وانا كمان مش بتقبل ان انا اكون في حته معينه، لا انا يعني متعوده على مستوايا في حته، ف مش برضه باي حاجه يعني. فالموضوع بالنسبه لي بيبقى اصعب كنفسيا. يا افضل لعيبه يا بلد. مش كده والله، بس فعلا ان انا بحاول ابقى بجتهد قوي ان انا اوصل لحاجه احسن يعني. فده كان بالنسبه لي بصراحه الصعب قوي في السيزون ده. انا عايز اقول لك ان ربنا بيكرم عشان الروح دي، وربنا بيكرم عشان بذل المجهود والاخلاص اللي انتوا فيه. بس يعني اروح لكابتن حمدي، ومناسبه طبعا عيد ميلادك، هعمل لك مفاجاه.
خلينا نشوف ايه المفاجاه. انزل بالمفاجاه، انزل بالمفاجاه، مفاجاه حلوه. يعني مساء الخير عليكم كلكم، رمضان كريم على الناس كلها. بوجه السلام لكابتن حمدي الصافي واقول له ان هو وحشني جدا، وكل سنه هو طيب وعقبال 100 سنه ان شاء الله، والف مبروك طبعا على الدوري والكاس ان شاء الله عبال افريقيا، لان دي الاهم، ودي لما تبقى في تونس الناس كلها عارفه ان مكسبها بيبقى ليه طعم تاني خالص. بس فان شاء الله دي تبقى هديه عيد ميلاده وربنا يكرمه ان شاء الله. وحشني جدا طبعا، انت عارف انت وحشني ازاي. بس هو مرتاح مني يعني بقاله فتره، وان شاء الله نتقابل على خير وهو لما ارجع يبقى كسبان افريقيا وفرحان. وسلامي للناس كلها ورمضان كريم. الله اكرم يوسف حمدي الصافي. مفاجاه حلوه صراحه. وحشك؟ اه جدا. طب قول الو كده. الو كابتن حمدي. يوسف حمدي الصافي طبعا لاعبنا الكبير وابن النادي الاهلي والمحترف خارج يعني حدود الوطن وفي فرنسا. بنهنيك وبنقول لك كل سنه وانت طيب، واهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن عايزك ازي حضرتك، عايشني جدا وبرحب بكل الناس اللي معاك، ورمضان كريم عليكم كلكم ان شاء الله. اتفضل بقى يا كابتن، هو ادالك تهنئه على الهوا، يعني شوف انت بقى عايز تقول ايه على الهوا. يوسف عامل ايه؟ كله تمام. ازيك؟ كله تمام. اخبار التدريب والماتشات ايه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. ان شاء الله كده لما ارجع في هديه بيني وبينك بقى. ما ينفعش على الهوا يعني. انت اللي هجيب ولا انا اللي هجيب؟ انت اللي هجيب ولا بابا اللي هيجيب؟ لا لا عيب، انا هديه بسيطه من فرنسا، حاجه ليه بس خليها لما اجي بقى. ان شاء الله تيجي بالسلامه. احسن هديه لبابا ان انت ترجع بالسلامه. عيد الميلاد اطمن موجود، ربنا يرجعه بالسلامه. طمنا عليك يا يوسف، قول لنا عامل ايه هناك، المباريات، هل بتشارك بصفه مستمره؟ يعني طمنا على الحاله الفنيه ليك هناك يا يوسف. والله الحمد لله، انا كنت وصلت اول نص موسم، انا عارف ومهيئ نفسي من الاول ان هو اول موسم هيبقى مش صعب، انت بتاخد خبرات وتستفيد وبتتاقلم على الوضع. فانا سواء اشارك او ما اشاركش انا رايح عارف ان انا اول سنه لسه اكتساب خبرات، فما كنتش ببقى متضايق لما بشاركش كتير، وده اللي حصل في اول نص موسم. والمدرب اتكلم معايا كده بكل صراحه، قال لي انت في الاول هتجتهد كتير وهتتعب كتير عقبال ما تلعب، وده اللي حصل. اول نص موسم ما كانش فيه مشاركه كتير، النص الثاني الحمد لله من اول السنه الجديده في ماتشات بداتها، في ماتشات كتير نزلت من بره، والحمد لله يعني راضي جدا على اول موسم الوقت اللي لعبته، وعملت اللي عليا بشكل كبير الحمد لله، وربنا كرمني يعني الحمد لله مبسوط باللي حصل في اول موسم. يعني واضح من كلامك انها تجربه ناجحه وان انت مبسوط بهذه التجربه، ويمكن كابتن حمدي الصافي من اشد يعني مؤيدين لتجربتك دي، يمكن في البدايه كان مؤيد ان انت تروح وتاخد هذه التجربه، خاصه ان هو نفسه خاض تجربه الاحتراف. يا يوسف ايه رايك في الكلام ده؟ يعني مش انا مبسوط بيها لحد دلوقتي، ده مش معناها ان هي انا حققت طبعا كل حاجه، انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا عندي طموحات ان انا عايز اوصل في ابعد حتت في اوروبا واروح دوريات اقوى وفرق اقوى واعمل حاجات انجازات كتير. فالوقت اللي انا فيه الاول سنه انا راضي على اللي عملته الحمد لله واللي ربنا كرمني بيه، بس لسه مش معناه ان انا عملت اي حاجه، فلسه يعني الطموحات والاهداف اكبر بكتير عشان اقول ان انا راضي عن او ان انا حققت نجاحات، فلسه بدري ان شاء الله ربنا يكرمك. طب يوسف، كابتن حمدي الصافي 10 مرات افضل لاعب في قاره افريقيا، واحترف في الدوري الروسي، وكان وقتها الدوري الروسي والدوري الايطالي تقريبا هم افضل الدوريات المتواجده في العالم، ولكن عاد مره اخرى للنادي الاهلي. مش حاطط في طموحاتك ان انت تيجي تكتب تاريخ بتيشيرت النادي الاهلي مع فريق الاسطوري لكره الطائره؟ على مدار تاريخنا وفريق الطائره هو فريق اسطوري، ولا ده مش في طموحاتك؟ لا اكيد طبعا في طموحاتي. هو الفكره كلها ان انت ما انا ده حاجه انا واخدها في حياتي، ان انا كل حاجه ربنا كاتبها بتحصل في وقتها. هو انا في الوقت اللي وانا صغير ده حسيت ان احسن خطوه ان انا اخدها في وقت ان انا عندي 20 سنه ان اطلع بره، التعليم، انك تتعود على الاحتراف، معنى الاحتراف الحقيقي بره، تفيد خبرات، تحتك بناس، وجات لي فرصه صعبه ان انا اخدها، فدي كانت الخطوه اللي انا اخدها اللي انا كنت شايفها اصح ليا في الوقت ده. اكيد طبعا ده حاجه ان انا عايز ارجع، ولسه في حاجات عايز العب في المنتخب الاول، وعايز ارجع اكسب بطولات مع النادي الاهلي، فدي حاجات اكيد طبعا انا حاططها، بس امتى دي بتبقى ربنا كاتبها لك امتى، والظروف ساعتها بتبقى ماشيه ازاي. بس طبعا لو تسالني على في دماغي او في طموحاتي فاكيد دي موجوده.
بتوفيق يا يوسف، وسعداء جدا باتصالك مع كابتن حمدي الصافي، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة وكابتن حمدي طيب وبخير. انت طيب، ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل سريع عشان نرجع نكمل كلامنا واحتفالنا بكابتن حمدي الصافي وآية الشامي، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وما زالت السهرة مستمرة مع الهرم الرابع طبعا كابتن حمدي الصافي وأفضل لعيبة في أفريقيا كابتن آية الشامي. تأكيد يا كابتن، بطولة الدوري وبطولة كاس مصر، يعني حضرتك قادر مع سيدات الذهب ان انتم بتحصدوها العام الثامن مع حضرتك على التوالي دوري وكاس، ولكن دايما يبقى التحدي الاصعب وهو بطوله افريقيا. وحضرتك لما توليت قياده الفريق كانت بطوله افريقيا غايبه من عام 2009. تمام. قدرنا نحقق البطوله مع تولي حضرتك، قول لي اهم الصعوبات وازاي قدرت برغم ان انت استعنت باربع صفقات فقط لا غير في الفتره دي ان انت تحقق البطوله دي، وطموحاتك للبطوله القادمه واستعدادك طبعا. ده طبعا السؤال هيرجع ليك بعد كده. هو الحقيقه طبعا احنا خلصنا الدوري بتاعنا والكاس، عاوز اقول حاجه بس، الدوري والكاس الموسم ده فيه منافسه كويسه جدا. اتفق معاك. والنظام الجديد معلق الفوز بالدوري والكاس لحد اخر لحظه. احنا قبل كده كنا متعودين البنات بيخلصوا الدوري والكاس بدري قبلها باربع خمس جولات، قبلها باربع خمس اسابيع ومريحين والدنيا تمام. لا، السنه دي متعلقه لحد اخر لحظه، والنظام ده عمل ان كل الفرق بقى عندها طموح ان انت لحد اخر لحظه ممكن تكسب. صحيح. بتلعب ماتشين في الاخر، ممكن تكسب ماتش، تخسر ماتش، تلعب ماتش فاصل تاخد البطوله. صحيح. يعني في منافسه لحد اخر لحظه. يعني احنا لو بصينا للجدول في اول الدور الاول احنا فارقين بخمس ست ماتشات. نعم. على اللي بعدينا، والرغم من كده ان احنا ممكن في الدور النهائي نخسر، لو لا قدر الله ما كناش في المستوى بتاعنا كنا ممكن نخسر. احنا قفلنا الصفحه دي تماما. البنات طبعا هم ابتدوا خلاص فتره اجازه قصيره، كام يوم؟ لا 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 اخد اربع ايام، لان احنا ليه يا كابتن ليه اربع ايام؟ ده ما حصلتش قبل كده. لا هم بقى لهم فتره الحقيقه، ابتدوا احنا بادئين من شهر 7، ابتدوا يعني في برضو ملل شويه، الفتره كانت طويله، ابتدى في ملل شويه. لازم شايف اربع ايام فتره طويله كابتن، يعني حضرتك بتبرر لي الناس فتره طويله؟ والله لا، هو انا بقول انها فتره قصيره، هو شايفها كثيره والله. شغالين من شهر 7 لحد دلوقتي فتره طويله، ابتدوا يعني لازم يفصلوا شويه عن الكره الطايره شهر رمضان طبعا، ويقعدوا شويه مع عائلاتهم واسرهم وكده، لان الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا علينا وعلى عليهم كجهاز وكلاعيبه. هم خلاص انا حاسس حتى من كلامهم ومن نظراتهم ومن فعلهم في اخر ماتشات في الدوري ان هم ابتدوا يدخلوا في التراك بتاع افريقيا. كل واحده مؤهله نفسيها ان هي خلاص دماغها دلوقتي هتعمل ايه في افريقيا، هتجهز ازاي، هتظبط النواقص بتاعتها ازاي، تعلي اللياقه البدنيه بتاعتها ازاي. فكل الحاجات دي هنشتغل عليها ان شاء الله في الشهر واسبوع او الشهر و10 ايام اللي فاضلين، بحيث ان شاء الله باذن الله احنا حابين البطوله دي قوي. احنا شاركنا كجهاز ولاعيبه مع بعض خمس مرات، الحمد لله ربنا كرمنا باربع مرات منهم، والمره اللي خسرناها برده كانت ظروف خارجه عن ارادتنا وكان دروب وعدت بيها. وعدنا اللي بعديها وحققناها. انت بعديها على طول بكلمك قلت لها يا كابتن مش هنتكلم ولا هنتفق. صح. البطوله اللي جايه بتاعتنا احنا حاليا دلوقتي حاسين بنفس الاحساس، لان احنا البطوله اللي فاتت لظروف كورونا ما شاركناش، وكنا حاسين ان احنا يعني لو رحنا كنا هنقدر نعمل حاجه كويسه ونقدر نبقى موجودين على الاقل في المباراه النهائيه. ان شاء الله باذن الله نعوضها في البطوله ديت. انا حاسس من اللي انا شايفه من اللاعبات ومن تركيزهم ومن كلامهم ان لا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي انا عايز اقول بقى الكابتن حمدي عمال يقول انا حاسس من انا انت حاسه ان انت فعلا قادره ان انت تحققي بطوله افريقيا. خلينا اقول ان انت منضمه من نادي الشمس طبعا، نادي كان منافس للنادي الاهلي بشكل كبير في 2015، وحصلتي على فكره التحول من غياب البطوله في 2009 للعوده مره اخرى وتشاركي في اربع بطولات، تحققي ثلاث بطولات او افضل لعيبه في البطوله. عندك بقى نفس الحماس، ويعني انقلنا مشاعر بقى باقي زملائك من كابتن الفريق لكل اللاعبين وتركيزهم على التحدي الاكبر هو بطوله افريقيا. هو يمكن فعلا احنا خلاص يعتبر احنا ان شاء الله عندنا التمرين من بكره، احنا من بكره فعلا نسينا يعتبر الدوري والكاس الحمد لله اللي احنا حققناهم، بس احنا التارجت بتاعنا الاكبر هو افريقيا. كلنا هيبقى نازلين، يعني ما اعتقدش احنا اخر مره لعبناها احنا كنا البطل، فما اعتقدش ان احنا نبقى عايزين نروح نبقى حاجه غير البطل، فهنشتغل على نفسنا كلنا كل الفرقه، يعني مش بتكلم عن نفسي بس، احنا كلنا. عارف الجمهور برضو ايه البطوله يوم ايه وهتبقى فين؟ هي يوم 19 ان شاء الله في تونس. 19/5 19/5 تمام. في تونس، في تونس يعني في العاصمه ولا في العاصمة. في العاصمه تونس. تمام. ويعني مشاركه كام فريق؟ هو لسه مفيش حاجه. لا بس طيب مين اللي مستضيفها من الفرق؟
نهاية تونس تقريبا الاتحاد التونسي وهيشارك فرقتين من تونس بالظبط. انا عايز اقول فرقتين من تونس عشان الناس تبقى عارفه. الصفاقسي التونسي غالبا والاتحاد والكرتاج يعني كرتاج اكيد انا بسمع وكرتاج بس انتوا متابعين انت متابع اي الفرق شفت لهم ماتشات؟ انا عامه من النوع اللي بتابع الفرق يعني. هم كرتاج السنه دي برضو عاملين صفقات وجايبين محترفه منين؟ من اوكرانيا برضو اعتقد روسيا يعني مش متاكده يعني روسيا اوكرانيا تقريبا. فهم برضو يعني مدعمين نفسهم كويس قوي لان هم يعني كانوا من الاول عايزين ياخدوا البطوله عندهم. وطبعا فرق كينيا هتشارك فيعني كل الفرق الكويسه هتبقى هناك بلس ان البطوله هتبقى اتغيروا كتير يعني اخر مره شفتهم يعني كرتاج دايما بيجيبوا صفقات وهم يمكن الفرقه بتبقى الاكبر وال المنافس لينا دايما اتغيروا اختلفوا ممكن بس اللي هي المحترفه اللي معاهم دي كويسه شويه وجابوا برده صفقه او اتنين من الصفاقس فبقت الفرقه يعني اقوى فده بلس ان هو على ارضهم شايفه حظوظنا يعني على ارضهم بقى يعني انا مش هنركز في كل الكلام ده بصراحه عليك. يعني بتكلم بصراحه صحيح. احنا مش هنركز في كل ده احنا هنتمرن الفتره اللي موجوده دي على قد ما نقدر وهنعمل اللي علينا وهنروح بقى هنطلع اللي اتمرنتوا مره في الجراج ما تفرقش معانا الكلام ده من يعني بنقرقشه كده يا كابتن حمدي ولا ايه؟ قول لنا قصه التمرين في الجراج ده عشان الساده انا عارفها بس لازم نسمعها تاني. رحنا الصاله لقينا ما فيش تمرين لينا وما فيش ميعاد وده قبل الماتش الفاينل يعني في نفس اليوم فروحنا كابتن حمدي قال لنا في تونس طبعا بالظبط صح كابتن حمدي قال لنا والله ما هسكت اتمرنا في الجراج رحتوا جراج السيارات اتمرنتوا والله استريتشات بقى واتمرنا وجرينا وعملنا كل حاجه وخلاص يعني احنا بنحاول نتصرف على قد الامكانيات اللي حوالينا اي بالظبط. كلمنا على اليوم ده كابتن حمدي. اليوم ده احنا كان يوم غريب يعني كنت حاسس في حاجه غريبه كده يعني في اليوم ده من اوله كده وكنت متوقع ان خلي بالك كابتن حمدي يعني عنده افيهات اتفضل يا كابتن. كنت متوقع ان يعني في اليوم ده اكيد هيبقى في يعني مش هيبقى يوم طبيعي لان طبعا انت بتلعب المنافس على ارض امره يعني طبيعي يعني هيبقى في. فروحنا اول صاله لقينا ماتشات كوره شغاله خلصت واحنا قاعدين بره راحوا مقفلين الصاله ومفيش لكم تمرين لا انتوا مالكوش معاد. رحنا كلمنا طب روحوا الصاله الثانيه رحنا صاله ثانيه لا مفيش حد اجازات برده مقفوله. طبعا الوقت ده كان في الشمس والفرقه معايا في الشمس وبنتحرك فالوقت خلاص كان الماتش تقريبا الساعه 7 وكانت الساعه خلاص تقريبا 2 مفيش وقت بقى خلاص لازم لازم نروح خلاص. فروحنا قلت لهم يا جماعه بصوا احنا ملهاش حل غير ان احنا لازم نتعامل هنشتغل فاحنا انا معودهم ان هم لازم يتمرنوا قبل الماتش الصبح صح. فكنت خايف ان لو رحت من غير تمرين يحصل كسل يحصل في اول مباراه كسل ولو ما دخلتش المباراه من اولها هيبقى الموضوع صعب جدا. فيعني قلت لا يلا بينا على الجراج نبتدي نعمل استرتشات دخلت في كوره وديفنس واشتغلنا تمرينه ساعه كانت كويسه جدا الحمد لله. عايز ينجح لازم يعمل كده. لا الحمد لله كابتن ده مش غريب عليك. اتفضل كابتن. عندنا منافسات بتختلف شويه في السيدات تمام. وخلينا اتكلم بوضوح كده الفرق الكينيه وتحديدا فريق الانابيب دايما بيبقى عندهم القوه في الفرق الافريقيه اكتر من التكتيك المتواجد في فرق شمال افريقيا تمام. حضرتك بتتعامل مع ده ازاي مع الفوارق دي بين القوه البدنيه زي فريق الانابيب الكيني وفريق مثلا زي كارتاج دايما منافس مع الفريق بتاعنا؟ لا هو طريقه اللعب طبعا بتختلف من لما بنلعب فرق كينيا عن فرق تونس. فرق تونس زينا عندها مهارات وعندها تكتيك في سواء في الارسالات في الدفاع في البلوك يعني فرق عاليه تكتيكيا. فرق الكينيه فرق قويه تحس ان انت بتلعب ولاد يعني عندهم قوه الولاد. طب اني اسهل بالنسبه لك واني اصعب كاداء في الملعب وللاعبات كمان؟ هما طبعا بتختلف من فرقه لاخرى بس انا يعني انا عامه حتى لما بتكلم مع ياسر صلاح المدرب العام بقول له انا ما بقلقش قوي من يعني الفرقه الكينيه قويه بس احنا عندنا مميزات نقدر نسيطر عليهم بدنيه مهما حتى لو هم فازوا علينا بشوط او اي حاجه بنقدر نرجع ونسيطر. الارسالات بتاعتنا قويه التكتيك بتاعنا في الدفاع وفي البلوك والحاجات دي ممكن نقدر نفوز في الاخر. الفرق التونسيه والجزائريه لا فاهميننا وبيلعبوا بنفس طريقتنا ونفس دماغنا فبيبقوا في خساره اكتر علينا فيها صعوبه نفس الكلام. انت شايفه ايه يا بقى انت بالنسبه لك كلاعبه يبقى المنافس ليكي فريق زي الانابيب الكيني بالقوه البدنيه والضرب القوي ولا فريق تقدري تلعبي معاه مباراه فيها مهارات وفنيات زي فريق كارتاج؟ لا هو زي ما كابتن حمدي قال هم فعلا الكينيين بيمتازوا بالقوه قوي فاحنا مجرد ان احنا ممكن نوقفهم بالاستقبال فما بيستخدموا ما يقدروش يستخدموا قوتهم دي لكن
تونس والجزائر لا زينا قوي يعني، هم حتى ارسالاتهم برضو بتكون قويه قوي، بيشوفوا الملعب، بيشوفوا الثغرات اللي عندنا يقدروا يلعبوا عليهم. لكن كينيا بتعتمد على قوتها، يعني احنا لو قدرنا نوقف قوتها دي بنقدر ان احنا نكسب بسهوله. لكن دايما الجزائر وتونس لا، الموضوع بيبقى لغايه اخر الماتش انت مش عارف ممكن مين اللي هيبقى كسبان. يعني ايه اصعب ماتش واجهك في الفتره اللي انت كنت فيها في بطولات افريقيا تحديدا؟ يعني ماتش حسيتي ان الامور بتبعد قوي عن النادي الاهلي ولكن قدرتوا ان انتوا تحققوا في افريقيا؟ ماتشين، ماتش الجزائر في تونس ده كان دور الثمانية، وكان الماتش الساعه تقريبا 1 الظهر او 12 حاجه زي كده، وكان الماتش جامد قوي وطلع 3-2 والحكام كانوا صعبين قوي، فالماتش ده لو كنا خسرناه كنا هنطلع من دور الثمانية. ودي كانت اول بطوله العبها افريقيا مع الاهلي. فكان بالنسبه لي موضوع صعب جدا. 2016 كانت صعبه جدا. وفعلا الماتش كان صعب قوي. وبعديه برده في نفس البطوله الفاينل كان ماتش برده مع كارتاج على ارضهم وكده، والجمهور بقى موجود، وكان في الجيم الخامس مش عارفه 6-1 او حاجه كده ليهم او 12-6 لكارتاج، والجيم ال 15 فهو الماتش خلاص بيخلص يعني. بس قدرنا ان احنا الحمد لله نكسب، فدي كانت فرحته بصراحه. لا ده في ذكريات كتيره، بس خليني اطلع لفاصل وارجع لكم. عندنا ذكريات انا فاكرها معاكم، وخاصه المباراه اللي كانت مع الشمس وخسرناها. يمكن البطوله دي كانت انطلاقه ليكم. لا لازم نتكلم عن الايام الصعبه زي ما بنتكلم عن الايام الحلوه. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، لسه عندنا كتير نتكلمه مع كابتن حمدي الصافي وايه الشامي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا مستمرين مع ليله سيدات الذهب والهرم الرابع الكابتن حمدي الصافي. يمكن كان الكابتن هيثم بيتكلم مع ايه وبيفكرها بمباراه الشمس اللي احنا خسرناها في بطوله افريقيا، واللي الكابتن حمدي وعد بعدها مباشره بتحقيق بطوله افريقيا، ولما وعد اوفى. احكي لنا كواليس المباراه دي، وازاي كنا فايزين على الشمس في القاهره ونروح في الدور النصف النهائي نتغلب ونخرج من البطوله. الحقيقه الفرقه اللي كانت موجوده في البطوله دي كانت فرقه قويه جدا، كانت اقوى كمان من الفرقه اللي كانت موجوده معانا في 2016. كنا عملنا تدعيمات كويسه جدا، كان معانا محترفه، كان معانا يعني كانت فرقه متكامله. ويسرى يمكن كانت رجعت من لا يسرى كانت في الشمس ساعتها. الشمس بتكلم على فرقه الشمس ولا على الاهلي؟ تمام. فالحقيقه احنا قبل البطوله قابلنا فريق الشمس تقريبا مرتين او ثلاثه، كنا فايزين 3-0 وان سايد جيم يعني، كان الموضوع لان احنا كنا فرقه قويه جدا. الحقيقه في كنا مقدين البطوله، وكنا فزنا على فريق السجون الكيني في المجموعه بتاعتنا، واخدنا اول مجموعه، وخلاص بقى هنلعب قبل نهائي، وبنستعد ان شاء الله ان احنا قبل نهائي، وبنفكر في المباراه النهائيه. يمكن دي برده من الاخطاء اللي دايما اتعلمنا منها. ان احنا ما نفكرش في الخطوه اللي قبل الخطوه اللي موجوده، فكرنا في النهائي قبل ما نلعب قبل النهائي، على اساس ان احنا كسبانين لفريق الشمس قبل كده مرتين في مصر، والموضوع المفروض مساله وقت يعني. الحقيقه والفرقه كمان اللي كانت معانا كانت قويه جدا، وكنا جاهزين كويس قوي. الحقيقه جاء يوم يعني يوم عصيب جدا يعني، يعني اوف داي زي ما انت بتقول يا كابتن هيثم، مش اوف داي، اوف داي يعني. لا كان في الحقيقه كان الموضوع كان صعب جدا، وكان يوم صعب جدا، وخرجنا من البطوله كناش موفقين. وحصل ان احنا اتكلمنا مع البنات ساعتها، وكله كان متضايق جدا ان احنا ما نخسرش البطوله دي، لان كان المفروض احنا مهيئين كل الظروف، والنادي كان مدعمنا جدا، واحنا كنا مستعدين جدا ان البطوله دي بتاعتنا، ولكن ما حصلش نصيب. وحتى كلموني في قناه الاهلي، وكابتن هيثم كلمني بعديها، ووعدناهم، وانا حسيت من كلام البنات ان احنا ان شاء الله باذن الله البطوله اللي بعديها لا هنعوض وهنكسب. والحمد لله فعلا البطوله اللي بعديها كسبناها، وتقريبا باداء كان قوي جدا في البطوله. هو ده النادي الاهلي، خساره بطوله يعقبها على طول مصالحه جماهيريه ببطوله، وده هياخدني لفكره البطوله العربيه وخساره البطوله. وكابتن محمود الخطيب بيجي يجتمع بالجهاز الفني وفريق سيدات الذهب، كان اثرها ايه على اللاعبات؟ انا خلاص كابتن حمدي هيقول، لكن انا عايز بقى انت كلاعبه في الفريق وقت خساره بطوله مهمه، وبتلاقي رئيس النادي جاي بيجتمع وبتعهدوه على انكم تحققوا البطوله الافريقيه، وزي ما بتوعدوا دايما بتحققوا فعلا البطوله وبتوفوا الوعد. يمكن هي كانت حاجه بالنسبه لنا غريبه، ان هو يعني المفروض بيبقى بعد المكسب، لكن اللي هو بعد الخساره هو طلب يقابلنا وكده. فاحنا كلنا هو حمسنا جدا، خلينا فعلا كانت بعديها يمكن افريقيا بعد البطوله العربيه كانت بقى اقل من شهرين حاجه زي كده. فهو يعني دعمنا نفسيا اكتر بكتير، خلينا فعلا عايزين ننزل. لا هو احنا مش شايفين غير ان احنا لازم نكون البطل. ادينا حمسنا قوي، وقال لنا يعني خساره بطوله مش مشكله، بس اللي جاي هو اللي هيبقى اهم. وفعلا احنا فعلا كلنا بعد ما خلصنا القعده دي معاه
كلنا ركزنا جدا، وكان التارجت بتاعنا اللي هو افريقيا هي هتبقى ان شاء الله في الاهلي، هي مش هتروح في حته. فاتمرنا واشتغلنا على نفسنا جامد قوي لغايه افريقيا، وقدرنا الحمد لله ان احنا ندخل وناخد البطوله يعني. طب قولي لي، هل دعم النادي ودعم طبعا مجلس الاداره بالكامل طبعا محمود الخطيب والوزير العام فاروق وكل المجلس بالكامل الحقيقه يعني، من كلهم متابعين الالعاب الاخرى والعاب الصالات يعني بنفس درجه متابعه كره القدم، هل الدعم ده انتوا حاسين بيه؟ هل فرق معاكم؟ اكيد اكيد بيفرق معانا، واكيد وجودهم لما بييجوا الماتشات بيفرق معانا، وده بيخلينا ان احنا فعلا نبقى بنضغط على نفسنا اكتر يعني. برضو اللي احنا بنشوفه على مدار السيزن بيكون صعب على اي لعيب، ده بيخلينا ان احنا نعدي الحاجات الصعبه دي، وان احنا نقدر نكمل وندوس على نفسنا اكتر ان احنا نكمل وناخد في البطولات يعني. والتركيز بيكون يعني بتهيألي كل الفرقه عايزاه بيبقى متاح، ده بيعلي درجات التركيز معاكم طبعا يعني. اي حد يعني اي حد لما بيبقى عايز حاجه ويلاقيها اكيد بيبقى عنده حافز اكتر ان هو يشتغل على نفسه عشان يلاقي الدعم ده. فدايما احنا بنكون عايزين نشتغل على نفسنا، لان احنا اكيد لو احنا مش مكملين بنفس المستوى الدعم ده مش هيبقى موجود. فاحنا بنبقى عايزين دايما نكون عند حسن ظنهم يعني. خلينا نروح برده الكابتن حمدي استاذنا وسام معلش، نروح لحته فنيه شويه، يمكن استكمالا لخطه النادي بدعم الفرق بكل احتياجاتها. حضرتك استعنت بمحترفة أوكرانية الفترة اللي فاتت، كلمنا عن كواليس الاستعانة بيها، ليه هي من غيرها، بتلعب مركز إيه يعني، كلمنا عن كواليس هذه الصفقة. أنا قبل ما أتكلم عن المحترفة عاوز بس أقول نقطة، أن ألعاب الصالات دلوقتي بقت مهمة جدا لجماهير الأندية وخاصة جمهور النادي الأهلي. نعم. ما بيحبش يخسر في أي لعبة الحقيقة، في دعم غير محدود لألعاب الصالات الفترة الأخيرة، سواء دعم جماهيري أو دعم من مجلس إدارة النادي، في متابعة غير الأول خالص، غير إحنا ما كنا أيام ما كنا إحنا بنلعب ما كانش فيه المتابعة دي وما كانش فيه الدعم دوت. أتفق معك يا كابتن صالح. الحقيقة الفترة دي في دعم وفي متابعة من جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا، وبيتصل باللعيبة والأجهزة وبيدعمهم. والحقيقة أنا بحب أشكر جمهور النادي الأهلي على الدعم اللي بيلاقيه فريق سيادات النادي الأهلي على من جمهور النادي الأهلي، ومجلس إدارة طبعا بيوفر لنا أغلب الحاجات اللي احنا محتاجينها، سواء دعم اللعيبة، كل معظم الحاجات اللي احنا محتاجينها يعني. بالنسبة للمحترفة، احنا كنا بقالنا فترة بندور على محترفة الحقيقة، كانش في حد متواجد يعني الدوريات كانت شغالة في أوروبا وكده، فكان صعب ان احنا نلاقي حد على مستوى عالي. احنا اتأخرنا شوية لحد ما حصلت ظروف الحرب بتاعت أوكرانيا وروسيا ديت، ف احد الاشخاص يعني ذو معرفه اتصل بيا وقال لي في لعيبه كويسه جدا، وهي دلوقتي سابت طبعا النادي عشان ظروف الحرب وكده. قلت له ابعت لي الشرايط بتاعتها، شفتها الحقيقه وتابعتها في بعض الماتشات في بطوله اوروبا يعني، لقيت وجدت الضله بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، لعيبه طويله 190 سنتي، وده في البنات بيبقى حاجه محترمه جدا طبعاً. عندها المهارات بتاعتها سواء في الاستقبال وفي الدفاع وفي البلوك وفي الضرب يعني، الحاجه اللي هي هتساعدنا، والحاجه اللي محتاجه النادي الاهلي في المحترف بتاعه. الحمد لله هي بتجهز دلوقتي، هي دخلت متاخر علينا، لحقت ماتش في الكاس وماتشين في الدوري، والحمد لله هي شغاله دلوقتي. حتى هي في فتره الراحه بتاعت الفرقه هي حبت ان هي تكمل، لان هي عاوزه تضيف حاجه للنادي الاهلي. هي سمعت من زميلتها اللي كانت معانا قبل كده كاترين، شاركت معانا موسمين وحققت بطولات، فسمعت عن النادي الاهلي، فجايه عارفه قيمه النادي الاهلي قوي، وجايه عارفه ان جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي ما بيقبلش غير المركز الاول. اول حاجه قلت لها يعني النادي الاهلي، قالت لي يعني فيما معناه انا عارف انتوا عاوزين نمبر 1 الحمدي. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بس عايز اساله، ما ينفعش كابتن حمدي يكون موجود وفريق سيدات كابتن تهاني توسون كانت لعيبه القرن طبعا الماضي طبعا. تمام، شايف من الجيل الحالي اللي حضرتك بتقوده مين ممكن تكون بنفس انجازات تهاني توسون؟ انا عارف كل اللعيبه بتبقى مختلفه عن الاخرى، لكن تقدر تحقق انجازات تهاني توسون؟ اي الشام اي خدمه على الهواء. لا انا حابب على الهواء والله اشكر اي الشام، الحقيقه مرت بظروف كتيره صعبه، ومش من نوع اللعيبه اللي هو يعني حتى في الاصابه بتاعتها يعني ما بتحبش تقعد، من اللعيبات اللي هي بتيجي على نفسها في الاصابات وفي في الحاجات اللي مرت بيها كذا مره لعبت، وده سر اقوله ان هي لعبت كذا مره وجت على نفسها وهي مش سليمه 100% عشان بتحب النادي الاهلي وبتحب الفرقه. كان في مره لعبت بطوله وركبتها كانت مصابه، مره لعبت وصباحها مكسور في بطوله عربيه، شاركت الفتره الاخيره دي شاركت وصباحها برده ما كانش سليم تماما. لا ايه من اللعيبه اللي بتيجي على نفسها كتير. لا
دايما تعودتونا كده يا كابتن حمدي، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. الوقت مر سريعا في وجودك وفي وجود ايه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حمدي، نورتينا وشرفتنا. ربنا يخليك. شكرا ايه، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكي وكل اللعيبه. ميرسي، ربنا يخليك. بشكرك جدا يا كابتن حمدي، ولقاء ممتع جدا بالنسبه لي، وكنت سعيد ان انا متواجد مع حضرتك ومع تهاني توسن القرن الجديد. دي مسؤوليه كبيره جدا، باذن الله تحققي افضل مما حققته طبعا نجمتنا كابتن تهاني توسن ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من الاهلي في رمضان. انتظرونا كل يوم على شاشة قناة النادي الأهلي، هتشوفوا الجديد مع برنامج الأهلي في رمضان.